السلام عليكم ورحمة الله، معاكم إيمان شمردل، مدرس مساعد بقسم إدارة الأعمال. النهاردة إن شاء الله هنعمل مراجعة عن مادة سلوك المشتري. إن شاء الله أنا هغطي معاكم الجزء الأول اللي هو مراجعة أول 3 فصول، وبعد كده دكتورة سميرة عبد الحميد هتغطي معاكم الجزء الثاني من المراجعة الخاص بالفصل الرابع والخامس والسادس إن شاء الله. في الأول هنبدأ نفكر بعض ببعض العناصر الرئيسية اللي خدناها في الفصل الأول والتاني والتالت، مجرد تذكير وشرح تذكيري ليكم، وبعد كده إن شاء الله هنبدأ نحل عدد من الأسئلة كتدريب على المنهج. الفصل الأول كان بدأنا نتكلم عن مفهوم المشتري، مفهوم المشتري بشكل عام وسلوك المشتري بشكل عام، وقلنا احنا ممكن نقول المشتري او العميل او المستهلك، كل المفردات دي بمعنى واحد. طيب قلنا مين هو المشتري؟ المشتري ده ممكن يكون شخص معنوي او شخص طبيعي. شخص طبيعي يعني الانسان، انا او انت او اي حد. شخص معنوي اللي هي المنظمة او الشركات. فممكن نعرف المشتري على انه هو كل من يبادر للحصول على المنتج، سواء للاستعمال او الاستهلاك او التصنيع او البيع. انا ممكن اشتري المنتج علشان اصنعه وارجع بيعه تاني، او اشتريه علشان استهلكه على طول، او اشتريه عشان اتاجر فيه وهكذا. يبقى المشتري اي شخص بيبادر للحصول على المنتج لاي غرض. بناء على الاغراض دي احنا هنبدأ نقسم المشترين. هنقسمهم لإيه؟ هنقسمه أول حاجة أنواع المشترين وفقاً لغرض الشراء ووفقاً لتكرار الشراء. أنواع المشترين وفقاً لغرض الشراء هقسمهم لمستهلك نهائي ومستهلك تنظيمي. طيب المستهلك النهائي هو المستهلك اللي بيشتري السلعة لغرض الاستخدام النهائي. أنا اشتريت عربية عشان أستخدمها أو أركبها، أو مثلاً بابا مثلاً اشترى عربية لابنه أو بنته علشان يركبها، يعني سواء هو هيستخدمها استخدام شخصي ليه هو أو لحد يخصه أو حد من عيلته. يبقى ده المستهلك النهائي. المستهلك التنظيمي هي شركة أو مؤسسة بتشتري لغرض ما، لإما يكون مشتري صناعي هو بيشتري المنتج ده علشان يبدأ يصنعه تاني أو يعمل عليه بعض العمليات يعني الإنتاجية ويبيعه، أو مشتري تجاري بيشتري أو بيستورد مثلا منتج من بره وبيبدأ يعيد بيعه، أو مشتري حكومي هو بيشتري لغرض تحقيق منفعة، ممكن مش عايز يحقق ربح، ولكن مثلا لو عندي زي مثلا عندنا في الكلية لما بنشتري مثلا أجهزة كمبيوتر أو بنشتري أي أجهزة، فدي مؤسسة حكومية بتشتري لغرض المنفعة العامة. طيب لو هقسم أنواع المشترين وفقا لتكرار الشراء، فأنا عندي المستهلكين الحاليين والمستهلك المرتقب. مستهلك حالي يعني هو بيتعامل بالفعل مع السلعة، اشتراها بالفعل. طب مرتقب يعني احتمال يتعامل معايا، انا بستقطب شريحة جديدة من المستهلكين، في احتمالية ان هم يشتروا البراند دي او المنتج ده. يبقى كده مفيش اي مشكلة في مفهوم المشتري وفي انواع المشترين. هنبدأ نتكلم بقى عن السلوك اللي انا عايزة اصلا ندرسه، سلوك المشتري. عامة مفيش تعريف سواء في التسويق أو في مادة سلوك المشتري أو في الإدارة عامة تعريف واحد لأي مفهوم، فأنا هنلاقي كل مفهوم عندي ليه عدة تعريفات. ففي تعريفات عدة لسلوك المشتري، ولكن يمكن القول بأن مختلف التصرفات والأفعال اللي بيقوم بيها الشخص عندما يتعرض لمنبه أو مؤثر خارجي أو داخلي لإشباع حاجة ما، ده يعتبر سلوك المشتري. يعني حضرتك أول ما بتحس مثلاً انك جعان فبتبدأ تفكر طب هاكل ايه انا، طيب انا شفت مثلا والله اوفرز في مطعم معين عروض مثلا، او خد مثلا وجبة ومعها سندوتش هدية او ايا كان، فانا ببدأ ادور عشان اشبع حاجة الجوع دي، وبمسك مثلا تليفون وببدأ اعمل الاوردر ده، ولحد ما بيجي لي الاكل وبدفع الفلوس دي، كل التصرفات دي بتكون داخلة ضمن سلوك المشتري. حتى بعد ما يكون ودي أو أحس بتقييم الأكل ده، هو كان كويس مش كويس، أنا هشتري تاني أو مش هشتري تاني، كل ده داخل في نطاق سلوك المشتري. طيب بعد كده هتكلم عن خصائص السلوك ده. أي سلوك في الدنيا ليه خصائص. طب خصائص سلوك المشتري، أول حاجة هو نشاط ذهني وحركي. حضرتك بتفكر هتشتري إيه، معاك فلوس ولا مش معاك، طيب هتسأل أو هتاخد،
رأي حد في الموضوع ده ولا لأ، وهكذا. فهو نشاط ذهني وحركي دي أول حاجة، طبعا بيتأثر بعدد من العوامل الخارجية والداخلية، سواء حضرتك حسيت بالجوع فبدأت عايز عندك إحساس بالجوع فعايز تشبع الحاجة دي، أو شفت إعلان حلو قوي لساندويتش مثلا وانت ماشي، أو وجبة معينة فقررت إن انت تشتريها، فهو بيتأثر بعدد من العوامل الداخلية والخارجية، بيمر بمجموعة من المراحل. بعد كده هناخد إن سلوك المشتري مش هي عملية الشراء، لا، سلوك المشتري بتبدأ قبل الشراء، بفكر بشعر بالحاجة ببحث عن المعلومات، والشراء الفعلي، وكمان عملية التقييم اللي بتحصل بعد الشراء. بعد كده جوهر السلوك بينصب على إشباع الحاجات وتحقيق الرغبات. هو السلوك ده أصلا أنا ليه بعمله؟ علشان عايز أشبع حاجة معينة. يمكن التعرف على سلوك المشتري من خلال الملاحظة المباشرة، يعني حضرتك حسيت بالجوع فخدت الفلوس وقمت نزلت واشتريت أكل، وهكذا. حضرتك محتاج مثلا جهاز كمبيوتر فبدأت تدور على أنواع الكمبيوتر وبعد كده هتروح تشتري، يبقى يمكن التعرف على سلوك المشتري المستهلك من خلال الملاحظة المباشرة. وآخر حاجة ومهمة، إن يختلف سلوك المستهلك من وقت للتاني، من وقت إلى آخر ومن مكان إلى آخر. يعني مثلا أنا زمان ما كنتش بشتغل، فبالتالي كنت حريصة جدا إني أشتري مثلا بعض المنتجات تكون أسعارها مناسبة ليا أو على قد مصروفي. لما بدأت أشتغل لأ، بدأت أهتم مش مهم قوي مثلا الفلوس أو أنا هقدر أوفر الفلوس مثلا، بس أنا أهم حاجة عندي الجودة. فبالتالي سلوك المستهلك بيختلف من وقت للتاني ومن مكان للتاني. زي مثلا أنا لو عايش مثلا في بلد درجة الحرارة فيها مش برد قوي، فمش بحتاج هدوم تقيلة جدا زي مثلا ما أعيش مثلا في بلد تكون درجة الحرارة فيها منخفضة أو كده. يبقى سلوك المستهلك بيختلف من وقت لآخر ومن مكان لآخر. طيب إيه أهمية دراسة سلوك المشتري؟ ليه بندرسه؟ أنا بدرس سلوك المشتري أنا كمنظمة أول حاجة، علشان أنا عايز أحط البرنامج التسويق الصحيح والمناسب. أنا لما أدرس سلوك المشتري فأنا هفهم المستهلك أو العميل، هعرف أذواقه، هعرف احتياجاته، هعرف رغباته، هعرف مستوى الأسعار اللي يناسبه، ما اماكن التوزيع اللي انا هوديله في المنتجات، المنتج اصلا ومواصفاته وجودته هو عايزه ازاي. فبالتالي ده هيخليني احط برنامج تسويق صحيح، ويخليني اتجنب الاخطاء، وكمان اوفر او مش اوفر اوجه الموارد المالية بتاعتي لمكانها الصحيح. يبقى اهمية دراسة سلوك المستهلك في فايدة بتعود على المستهلك وعلى المنظمة. المنظمة خلاص قلناها، وضع البرامج التسويقية المناسبة والفعالة. طب بالنسبة للمستهلك، لما انا اتعرف على اذواقه واتعرف على احتياجاته، فانا بالتالي هسمح له ان هو يشبع احتياجاته بالطريقة المناسبة، فهو هيستفاد وانا كمان هستفاد. طيب بعد كده هتكلم عن التطبيقات التسويقية لسلوك المشتري. ايه المفاهيم التسويقية او التطبيقات التسويقية اللي ليها علاقة بسلوك المشتري؟ عندي اول حاجة سلوك المستهلك والاستراتيجية التسويقية، هنعرف ايه العلاقة ما بينهم، واحنا اوريدي قلنا ايه العلاقة ما بينهم في وسط الشرح فوق. سلوك المستهلك والتسويق الاجتماعي، وهعرف يعني ايه التسويق الاجتماعي. سلوك المستهلك وجمعيات حماية المستهلك، وهنعرف كل حاجة يعني ايه سلوك المستهلك والاستراتيجية التسويقية. الاستراتيجية التسويقية دي ايه؟ خطة طويلة الأجل خاصة بعناصر المزيج التسويقي، المنتج والسعر والتوزيع والترويج. أنا لما أدرس سلوك المستهلك أو أهتم بيه، هعرف اوصل له المنتج او اعمل له منتج بالمواصفات اللي هو عايزها، هعرف احط الاسعار المناسبة اللي تناسب مستوى دخل الفرد، هعرف احطها في المولات واماكن التوزيع المناسبة والقريبة من العميل او المناسبة دي اللي هو او اللي بيتردد عليها، هعرف اوجه له رسالة اعلانية مناسبة ليه. فدي العلاقة ما بين سلوك المستهلك والاستراتيجية التسويقية. الحاجة التانية اللي هننتقل ليها سلوك المستهلك والتسويق الاجتماعي. ايه هو التسويق الاجتماعي؟ التسويق الاجتماعي ده اني ببدأ اعمل عناصر المزيج التسويقي، او ببدأ اسوق لبعض الافكار المجتمعية اللي انا عايزة ارسخها في المجتمع، زي مثلا ايه عدم القاء المخلفات في مياه نهر النيل، ان التدخين ضار بالصحة وهكذا، او التغذية السليمة او الرياضة. يبقى التسويق الاجتماعي ده تسويق بيتم لبعض الرسائل أو الأفكار اللي بتوجه سلوك الأفراد داخل المجتمعات. طيب لما أنا أبدأ أدرس سلوك المستهلك، هبدأ أتعرف على تصرفاته وأفعاله وإيه اللي أنا عايزة أوجهها
او اغيرها، وبالتالي هوصل له رسائل معينة او افكار معينة هبدأ الترويج ليها لترسيخ فعل معين داخل المجتمع. واخر حاجة هنتكلم عنها في النقطة دي اللي هي سلوك المستهلك وجمعيات حماية المستهلك. طبعا جمعيات حماية المستهلك دي جمعيات تم إنشائها علشان المستهلك، بعض المستهلكين مثلا أو المجتمع تعرض للغش أو الاستغلال من بعض التجار، أو المستهلك في بعض التصرفات الضارة بيه أو ضارة بغيره، فبالتالي الجمعيات دي بدأت تظهر عشان تضبط الأمر ده. طيب إيه هي أهداف جمعيات حقوق المستهلك؟ أول حاجة حماية المستهلك من نفسه، من هو يستخدم منتج يضره زي التدخين مثلا والكلام ده، أو طريقة التغذية الغلط، أو يضر غيره. حماية المستهلك من غيره من المنتجين اللي ممكن يغشوه أو يضللوه. بتعمل اختبار للسلع واكتشاف ما بها من غش وتضليل، بتساعد على انها توفر للمستهلك المعلومات اللازمة والمساعدة في اتخاذ القرار. طبعا بتأكد على معايير الجودة والأمان، بتراقب الأسعار في السوق، هل في احتكار لمواد معينة ولا لأ، مراقبة الأسعار في السوق، توفير السلع الضرورية. السلع الضرورية دي زي العيش مثلا، الخبز، زي الرز مثلا، في سلع ضرورية لازم تكون موجودة في المجتمع، فطبعا بتحاول ان هي توفرها او بتراقب الاسعار عليها او بتمنع احتكارها، او الدول عامة هي بتمنع احتكار المنتجات دي. الوقوف على اراء المستهلكين والشكاوى، دايما هنلاقي مثلا على بعض المنتجات ان انت لو واجهتك، او حتى اعلانات، ان انت لو واجهتك مشكلة مع اي منتج او مع اي تاجر، توجه مثلا بالاتصال لرقم كذا اللي هو حماية المستهلك. فإحنا كده لما جينا نتكلم عن التطبيقات التسويقية لسلوك المشتري، اتكلمنا عن سلوك المشتري وعلاقته بالاستراتيجية التسويقية، اتكلمنا عن سلوك المستهلك والتسويق الاجتماعي، وسلوك المستهلك وجمعيات حقوق المستهلك أو جمعيات حماية المستهلك. طيب من المفاهيم برضو التسويقية اللي ليها علاقة بالمستهلك القيمة. القيمة من وجهة نظر المستهلك، أنا عندي لما اجي اشتري منتج بشكل لا ارادي، احنا بنعمل مقارنة ما بين التكاليف الكلية بتاعت المنتج وما بين المنافع الكلية. طب المنافع الكلية دي بتشمل ايه؟ اللي هو المنتج بس في حد ذاته ومواصفاته؟ لا، المنافع الكلية دي بتشمل منافع المنتج نفسه، مواصفاته، امكانياته، شكله، جودته، هيؤدي الخدمة اللي انا عايزاها ولا لا، الخدمات اللي هي مثلا ايه، هل في ضمان، في تقسيط، في خدمات ما بعد البيع ولا لا، الافراد، مثلا المنتج ده الكاستمر، لو الشركه دي مثلا لو اتعاملت معاها الكاستمر سيرفيس بتوعها كويسين، هقدر اتفاهم معاهم، لو في مشكله بيحلوها، بيتواصلوا معايا. الصوره الذهنيه، انا لما اشتري مثلا ماركه ابل انا هيبقى لي في انطباع معين عني، في مش عارفه ايه وهكذا. يبقى انا بقيس المنافع الكليه. المنافع الكليه دي هل المنتج بس؟ لا، ده المنتج والخدمات اللي حواليه والافراد والصوره الذهنيه. وبرضو بقيس التكاليف الكلية، هل التكاليف معناها الفلوس بس اللي أنا هدفعها؟ لأ، وقت وجهد وفلوس مال، يعني أنا هستهلك، هقعد قد إيه قبل ما أشتري المنتج ده؟ طب هو متوافر في أي مكان ولا في مكان معين مثلا بعيد عني ولا قريب مني هروح أشتريه؟ طب المكان اللي أنا هشتريه منه مكان مريح مضمون أنا بحب أتعامل معاه ولا لأ؟ هل معايا تكلفة المنتج ده ولا لأ؟ يبقى المنافع الكلية كل حاجة خاصة بالمنتج، المنتج والخدمات والأفراد والصورة الذهنية، تكاليف كلية أي تكاليف أو أي عبء هتحمله علشان أوصل للمنتج ده. طب كيف يمكن تعظيم القيمة؟ القيمة بقى بتاعت المنتج هي الفرق، المنافع الكلية ناقص التكاليف الكلية هتديني القيمة. إزاي هعظم القيمة؟ كل ما زودت المنافع وقللت التكاليف القيمة هتزيد. مش شرط أقلل التكاليف، ممكن التكاليف تفضل زي ما هي بس أزود المنافع بتاعت المنتج بتاعي. فانا بزود منافع بقلل تكاليف، او بزود او بزود منافع واخلي التكاليف زي ما هي، او اخلي المنافع زي ما هي بس احاول اعمل خصومات اسعار يعني اقلل تكلفه وهكذا. طيب بشكل عام ازاي الاحظ سلوك المستهلك، او ازاي احدد المنافع والتكاليف اللي بيتحملها المستهلك؟ عندي 3 طرق انا ممكن كشركه استخدمهم لو انا عايزه الاحظ راي المستهلك في المنتج بتاعي او في القيمه بتاعه المنتج بتاعي. اول حاجه طريقه الملاحظه اللي هي observation، انا بعمل observation يعني لو انا في مول بحط كاميرات مثلا مراقبة واشوف المستهلكين بيتوجهوا ناحية انهي منتجات، اللي عليها خصومات ولا ما عليهاش، اللي مترتبة كويس واسلوب عرضها مميز وجذاب ولا لا وهكذا.
او المقابلات، ان انا اعمل مقابلات مع المستهلكين واسالهم شويه اسئله واتعرف على ارائهم عن المنتج بتاعي، او الطريقه التجريبيه اللي هي الكويتشنير، ان انا اعمل سيرفي او قائمه استقصاء بمجموعه من الاسئله بسالهم وانا باخد البيانات دي وابدا احللها احصائيا واخرج بنتائج. بعد كده هتكلم عن تحليل السوق. انا كشركه لازم في بدايه شغلي وحتى وانا شغاله اعمل تحليل للسوق. يعني ايه تحليل للسوق؟ اعرف ابعاد السوق بتاعي من وجهه نظر، او اعرف ابعاد السوق بتاعي وفقا للمستهلكين. يعني اقسم، مش هقسم، انا لسه بحلل السوق. يعني انا السوق بتاعي ده هشتغل مع مستهلكين نهائيين ولا مستهلك تنظيمي، مؤسسة او شركة؟ انا بتارجت مين، بستهدف مين؟ مثلا ده بالنسبة للمستهلكين، مواصفاتهم، اعمارهم، مستواهم الاجتماعي، الثقافي. المنافسين لازم طبعا احلل المنافسين، مين المنافسين اللي في السوق؟ هل منافسين كل المنافسين ههتم بيهم، ولا المنافسين اللي بيعملوا المنتج بتاعي او منتجات قريبة منه؟ هل كل المنافسين لازم احط استراتيجية للتغلب عليهم، ولا لازم اعرف مين اللي اقدر اتغلب عليهم، مين اللي اشاركهم ومين اللي اتجنبهم، وهكذا. طيب لو انا هحلل السوق وفقا للموردين، طبعا المورد هو اللي بيديني المواد الخام اللي انا بصنعها وبعد كده برجع ابيعها، فبالتالي الموردين لهم دور اساسي في القيمه، في القيمه اللي انا هقدمها. هل المورد ده جودته، جوده منتجاته كويسه ولا لا، بيديني خصومات اسعار ولا لا، بيستناني مثلا او بيقسط لي الفلوس ولا بيطلبها ازاي، هل بيتعامل مع منافسين ولا مش بيتعامل، وهكذا. ظروف العامه لازم احلل السوق وفقا للظروف العامه. الظروف الاقتصاديه بتاعت البلد عامله ازاي؟ هل انا دلوقتي البلد لو انا نزلت منتج غالي الثمن هل في مستهلكين هتشتريه ولا لا؟ ايه المنتجات المتوافقه تكنولوجيا والناس عايزاها فانا لازم انزلها؟ يبقى انا عندي لازم ادرس ظروف اقتصاديه وتكنولوجيا، ظروف سياسيه، حاله التوجهات السياسيه في البلد عامله ازاي. كمان حاجه مهمه قوي، الدين والقيم والظروف الاجتماعيه والثقافيه. هل مثلا انا ينفع افتح محل خمور مثلا في دولة إسلامية، أو هل مثلا ينفع أروح الهند وأبيع وأفتح مصنع لحوم مثلا وهم ليهم قيم دينية معينة؟ يبقى الظروف الاجتماعية والثقافية والدينية والاقتصادية والتكنولوجية والسياسية، كل الظروف دي لازم أنا أحلل السوق من وجهة نظر. بعد كده هنتكلم عن تجزئة السوق. طب إيه هي تجزئة السوق؟ تجزئة السوق هي العملية اللي بيتم من خلالها تقسيم السوق لعدة قطاعات. والله أنا عندي سوق، أنا شغالة مثلا، أنا مصنع ملابس، سوق الملابس بتاعي مقسم لملابس للشباب والأطفال وكبار السن، أو مثلا مقسم لسوق ملابس السيدات وسوق ملابس الرجال. يبقى تجزئة السوق هي العملية اللي يتم من خلالها تقسيم السوق لعدة قطاعات سوقية صغيرة متجانسة وفقا لمجموعة من العوامل. يعني أنا هقسم وفقا لمجموعة من العوامل، الديموغرافية زي قلنا، السن أو النوع، أو عوامل جغرافية. والله أنا السوق بتاعي أنا بوزع في مصر، في القاهرة وفي اسكندرية وفي مثلا أسيوط، بصنف أو بقسم السوق طبقا للمنطقة الجغرافية، وبيتم توجيه مزيج تسويقي لكل قطاع. يعني بشوف كل، طبعا انا لو هروج او هدي خصومات او هعمل منتج للسيدات غير للرجال، للاطفال غير للشباب غير لكبار السن، يبقى انا بعمل مزيج تسويقي لكل قطاع على حدة. يبقى احنا اتكلمنا بالنسبة للمفاهيم التسويقية او التطبيقات التسويقية وعلاقتها بسلوك المشتري، فاتكلمنا عن الاستراتيجية التسويقية، التسويق الاجتماعي وعلاقته بسلوك المستهلك، سلوك المستهلك وجمعيات حماية المستهلك، اتكلمنا عن القيمة من وجهة نظر المستهلك، بعد كده اتكلمنا عن تحليل السوق وتجزئة السوق. تجزئة السوق هو تطبيق علمي أو تطبيق عملي للمفهوم الحديث للتسويق. ما هو المفهوم الحديث للتسويق قائم على إيه؟ إن العميل هو نقطة البداية، فبالتالي طالما العميل هو نقطة البداية يبقى أنا هقسم السوق بناء إيه؟ على العميل، على صفاته، على العوامل بتاعته، وهكذا.
طيب هتكلم بعد كده عن حقوق المشتري او المستهلك. ايه الحقوق اللي بتكون للمشتري او المستهلك؟ حق الامان، اول حاجة لازم ان انا اقدم للمستهلك منتجات امنة، مش لا قدر الله يجي يستخدمها تعمل مثلا انفجار معين او حادثه معينه او تتقلب بيه او لا قدر الله يعني. فحق الامان ان انا اديله ارشادات معينه للاستخدام، وكمان تكون المنتجات امنه وعمليات كمان تصنيعها امنه، ما يكونش فيه عمليه في بعض المصانع عمليات التصنيع بتاعها بتبقى ضاره جدا وبتضر البيئه والمجتمع، يبقى ده حق الامان. اتنين، حق الحصول على المعلومات. والله انا عايز اعرف الاسعار، البدائل الموجوده، أماكن توزيع، الخصومات لما بتنزل وهكذا. حق سماع الرأي، إن أنا حق أشتكي، إن أنا حق أرفع قضية على التاجر أو المنتج لو غشني أو ضللني، ألاقي حد ياخد لي حقي. حق الحياة في بيئة صحية، ألاقي منتجات اللي هي بنسميها المنتجات الخضراء اللي هي المنتجات الصحية اللي غير ضارة بيا، اللي مش بتضرني أنا كصحتي أو بتضر البيئة اللي أنا عايش فيها. حق التعويض، لو أنا ثبت اني تعرضت لغش او تضليل او تضررت بسبب منتج ما، فالمفروض زي بعض الشركات مثلا لما مثلا يعني لما حصل مثلا ان في عيب في العربيه والعربيه مثلا لا قدر الله عملت حادثه او كده، فبالتالي في حق تعويض. بعض الشركات وبعض الماركات الغاليه بتعمل حق تعويض للمستهلكين، او لو مثلا انا تعرضت وجبت منتج يعني صلاحيته منتهيه واتصلت بالشركه وعرفتهم ان المنتج ده كانت صلاحيته منتهيه وانا تعرضت مثلا لضرر بسبب ان انا اكلته او اي حاجه، فبيبداوا يعملوا عمليه تعويض لده. حق المقاطعه، ان انا من حقي ان انا اقاطع المنتج لو حسيت ان هو بيضلني، المنتج اللي بيضلني او بيغشني او حتى تطاول عليا او تطاول على بعض القيم بتاعتي. حق الاختيار، ان انا يكون عندي بدائل متاحة، مفيش احتكار في السوق، بالتالي انا قادر اختار البديل المناسب لي. اخر حاجة في الفصل الاول نموذج السلوك الشرائي. احنا قلنا ان في عوامل داخلية وفي عوامل خارجية. عوامل داخلية زي العوامل الشخصية، الدوافع بتاعت الفرد، افكاره، الذاكرة، التعلم، اتجاهاته. العوامل الخارجية زي اللي هم المصادر اللي بتأثر عليه، سواء أسرة، أصدقاء، الإعلانات، العوامل التسويقية، الظروف العامة، كل دي عوامل خارجية بتأثر على المستهلك اللي هو بيتخذ السلوك الشرائي، اللي هما الثلاث مراحل: مرحلة ما قبل الشراء والشراء الفعلي وما بعد الشراء. دي نموذج السلوك الشرائي. احنا بكده خلصنا الفصل الأول، اتكلمنا عن مفهوم المشتري، اتكلمنا عن أنواعه. لو سريعا بس هنفكر بعض عشان تبقى المعلومات في ذهنك. اتكلمنا عن مفهوم المشتري، أنواعه، اتكلمنا عن خصائص السلوك المشتري عشان لما ترجع تذاكر من الكتاب تبقى فاهم العناصر الأساسية وعندك فكرة أو خلفية بسيطة عن المعلومات دي وتبدأ تتعمق بيها أكتر. خصائص السلوك، أهمية الدراسة، سلوك المشتري، إيه الفايدة اللي بتعود على المستهلك، إيه الفايدة اللي بتعود على المنظمة، إيه علاقة المفاهيم التسويقية المرتبطة بسلوك المستهلك، الاستراتيجية التسويقية، التسويق الاجتماعي، جمعيات حقوق المستهلك، القيمة من وجهة نظر المستهلك هي ايه، تحليل السوق، تجزئة السوق، ايه هي الحقوق المفروض تكون موجودة للمستهلك، واخر حاجة اتكلمنا عن نموذج السلوك الشرائي. وبكده بنكون خلصنا يعني مراجعة بسيطة للفصل الاول. هنيجي بعد كده بالراحة بقى نتكلم عن الفصل التاني. طب الفصل التاني بيتكلم عن ايه؟ مرحلة ما قبل الشراء. مش احنا قلنا في النموذج الشرائي عندي مرحلة ما قبل الشراء والشراء ومرحلة ما بعد الشراء؟ الفصل التاني هيغطي مرحلة ما قبل الشراء، الفصل التالت هيغطي مرحلة الشراء، الرابع هياخد مرحلة ما بعد الشراء. طيب خطوات مرحلة ما قبل الشراء، انا كل ده لسه ما اشتريتش، ليها مراحل؟ ليها خطوات. خطوات مرحلة ما قبل الشراء، أول حاجة الشعور بالحاجة أو المشكلة الاستهلاكية. والله أنا الدقيق عندي خلص في البيت فمحتاج أشتري، اللابتوب بتاعي باظ ومعرفتش أصلحه فمحتاج أشتري واحد، وهكذا. حاسس بالجوع فعايز أجيب أكل، يبقى دي الشعور بالحاجة أو المشكلة الاستهلاكية. اتنين، البحث عن المعلومات، البحث عن المعلومات. ببدأ أشوف هشتري أكل منين، طب هشتري لابتوب منين، هشتري موبايل جديد منين، هشتري شقة ازاي، وهكذا. تقييم البدائل المتاحة، والله لو انا بشتري حاجة فيها بدائل، يعني انا مثلا قدامي كذا شقة عايز اشتري منها،
او كذا نوع موبايل عايز اشتريه، او كذا نوع كمبيوتر مثلا عايز اشتريه، فببدأ اقيم البدائل المتاحة، وفي الاخر اتخاذ القرار ان انا خلاص نويت اشتري البديل ده. يبقى خطوات مرحلة ما قبل الشراء: شعور بالحاجة، بحث عن معلومات، تقييم البدائل، اتخاذ القرار. طيب، الخطوة الأولى اللي هي الشعور بالحاجة أو المشكلة الاستهلاكية. في فجوة بتحصل عند المستهلك ما بين الحالة المرغوبة والحالة الراهنة. يعني إيه الكلام ده؟ الحالة الراهنة إن أنا بستخدم جهاز لابتوب بس ضعيف جدا وبيهنج وبيبوظ كتير وأنا محتاجة أغيره، دي الحالة الراهنة. طب الحالة المرغوبة؟ لأ، أنا عايز أشتري جهاز لابتوب بس يكون سريع، البروس بتاعه عالي، انا مثلا يكون احدث، يكون مناسب اكتر ليا، وهكذا. يبقى الفجوة ما بين الحالة المرغوبة للمستهلك والحالة الراهنة هي اللي بتخلق الشعور بالفجوة، اللي هي بنسميها المشكلة الاستهلاكية. تمام. المشكلة دي او شعور المستهلك بالحاجة بتأثر في بعض العوامل، عوامل موقفية وعوامل شخصية وعوامل تسويقية. العوامل الموقفية دي العوامل المحيطة بموقف الشراء. والله أنا رحت اشتريت فلقيت إن السيلز مان اللي أنا كان واقف ساعتها اتعامل معايا كويس جدا وارتحت جدا، وبالتالي سهل عليا اتخاذ قرار الشراء. أو المول اللي دخلته وطريقة عرض المنتجات والديزاين بتاعه وحتى الروائح اللي فيه بشكل عام ريحني جدا ونويت إن أنا اشتري. يبقى العوامل الموقفية هي العوامل المحيطة بموقف الشراء وعملية الاتصال. حتى عوامل موقفية زي ما أنا بستخدم حاجة ومدة صلاحيتها مثلا انتهت، زي الميك اب مثلا، بستخدم ميك اب وصلاحيته انتهت، فبالتالي ايه، أنا عايزة أجيب مثلا ميك اب تاني، فبالتالي ده عامل موقفي، عامل موقفي. أو كنت بستخدم حاجة واتكسرت أو اتحرقت لا قدر الله، فبالتالي عايزة أجيب حاجة تاني. يبقى العوامل الموقفية هي بتأثر على شعوري بالحاجة او بتدفعني للحاجة او بتدفعني للشراء. يبقى هي العوامل المحيطة بموقف الشراء وعملية الاتصال، والعوامل المحيطة باستخدام المنتج والقدرة على تدويره. لو انا عارفة ان المنتج ده مثلا، لو في عربية معينة انا عارف لما انا اشتريها ببيعها سهل، ده بيشجعني ان انا اشتريها لو انا في نيتي شراء عربية. يعني العوامل الموقفية عامة هي العوامل بتأثر على قرار الشرائي، ولكن ملهاش علاقة قوي بعوامل شخصية وعوامل تسويقية، لا، عوامل ليها علاقة بموقف الشراء. زي مثلا كان عندي منتج مدة صلاحيته انتهت فعايزة اجيب واحد تاني، خلاص. العوامل الموقفية دي بتؤثر على شعور المستهلك بالحاجة. العوامل الشخصية: الدوافع، السن، النوع، الشخصية، الاتجاهات. يعني مثلا في شخص كل سنة لازم يغير الموبايل بتاعه لأنه بيحس إن هو بيتقادم وقديم، وفي مثلا فيرجن جديدة نزلت فبالتالي أنا محتاج إن أنا أغير الموبايل. في حد لأ، أنا طالما الموبايل بتاعي شغال كويس مش بيهنج، بيقوم بالحاجة اللي أنا عايزاها، بيقدر يساعدني مثلا لو أنا بشتغل أو وهكذا، فأنا بالتالي لأ هو كويس. لما يحصل حاجة يعني لما يبوظ لا قدر الله أو أحس إن هو تقادم أو كده هبدأ. يبقى دي الشخصية هي اللي بتأثر على شعوري بالحاجة أو المشكلة الاستهلاكية. الدوافع: أنا ممكن أقرر أشتري عربية لأني حسيت إن أسرتي تعبانة وأنا محتاج أوفر عليهم أو أساعدهم في مشاورهم، مثلا مش عايز أزعل مثلا زوجتي فقررت إن أنا أشتري مثلا عربية. يبقى العوامل الشخصية ليها دور في شعور المستهلك بالحاجة. العوامل التسويقية طبعا: لقيت إعلان كويس فاشتريت، لقيت عروض كويسة ترويجية، خصومات أسعار. بكل العوامل التسويقية برضو ليها دور في الشعور بحاجة المستهلك أو شعور المستهلك بالحاجة. طيب، أنا كده خلصت أول خطوة اللي هي إيه، الشعور بالحاجة أو المشكلة الاستهلاكية. المستهلك حس بفجوة ما بين اللي عايزه واللي عنده. في شوية عوامل بتأثر عليه، عوامل موقفية، عوامل شخصية، وعامل تسويقي. فبيبدأ ينتقل للخطوة اللي بعد كده وهي البحث عن المعلومات. لو المنتج نمطي روتيني هنلاقي المستهلك بيدور في الذاكرة. والله أنا كل ما الملح بيخلص عندي في نوع معين ملح بشتريه، أنا كل مثلا لما الزيت اللي بستخدمه بيخلص أنا بشتري نوع زيت معين. فهنا دي مصادر داخلية للمعلومات زي الذاكرة والتجارب السابقة. انا المعجون الاسنان ده بستخدمه على طول، فكل ما بيخلص بجيب نفس النوع، فمش محتاج بقى ان انا ألجأ لمصادر خارجية. يبقى في مصادر داخلية للمعلومات.
وفي مصادر ايه خارجية، مصادر داخلية زي الذاكرة والتجارب والخبرات السابقة. طب المصادر الخارجية زي في بتنقسم لمصادر شخصية زي الأسرة والأصدقاء اللي هما بنسميهم القدوة أو قادة الرأي، ودول بيكون ليهم التأثير الأكبر والثقة. أنا هثق إيه؟ هثق في إعلان ولا هثق في بابا أو ماما أو صاحبي اللي بيقول لي والله أنا جربت المنتج ده وكان كويس وبشجعك إنك تشتريه؟ يبقى دي مصادر خارجية شخصية. في مصادر خارجية بس غير شخصية وبيكون تأثيرها إخباري، مجرد بس بتديني معلومات. مصادر تجارية الإعلانات والدعاية والحاجات دي، أو حكومية لو الدولة هي مثلا بتدي معلومات عن منتجات معينة، أو مصادر مستقلة بقى يعني مثلا إيه جروب على الفيسبوك مثلا بيتكلم عن منتجات معينة أو بيناقش مثلا خبرات معينة وهكذا، أو جمعية أو جمعيات معينة أو مستقلة يعني ملهاش علاقة بالمنتجين أو بالحكومة يعني. خلاص، يبقى دي إيه عملية البحث عن المعلومات. طب إيه العوامل اللي بتأثر على كمية المعلومات؟ أنا دلوقتي هبدأ أدخل على النت أدور على معلومات عشان عايز أشتري جهاز كمبيوتر جديد. السعر أكيد طبعا، أنا البادجت بتاعتي كام، الميزانية بتاعتي كام؟ والله في حدود 7000 جنيه. طيب هجيب بيهم أني ماركة؟ الأوبشنز بتاعت اللاب هتبقى عاملة إزاي؟ طيب حداثة قرار الشراء، هل أنا أول مرة أشتري لاب ولا اشتريت قبل كده وعندي خلفية؟ طبعا كل ما أكون أنا عندي خلفية أو خبرة ده بيسهل عليا ومش بضطر أجيب معلومات كتير. لأ، لو لسه أول مرة أشتري هبقى محتاج معلومات أكتر. سهولة الحصول على المعلومات، والله لو المعلومات متاحة وأنا على طول جبت معلومات أو سألت كذا حد لقيت عنده خبرة ومعرفة بالحاجة دي فبالتالي هحصل على معلومات أكتر. لو حاجة محدش بيشتريها كتير أو أنا بس اللي محتاجها أو شغلي هو اللي محتاجها فأنا بس محتاجة أركز عشان أعرف أشتري حاجة كويسة فمحتاج أدور عليها أكتر. الوقت المتاح، لو أنا مثلا عايزة أجيب حاجة لأني مسافر مش هلحق أدور، خلاص أول حاجة هتيجي قصادي هشتريها وخلاص. المنفعة المنتظرة من المعلومات الإضافية، طول ما أنا عارف إن أنا لو دورت هلاقي معلومات مفيدة خلاص بفضل أدور وأجل القرار لحد ما ألاقي المعلومات اللي تفيدني. السن طبعا، ممكن يعني لما نكبر شوية بنكون أهدى في اتخاذ القرار عن وإحنا صغيرين، فبالتالي السن بيفرق. أنا لأ محتاج أفكر كويس أشوف المعلومات اللي باخدها دي صحيحة ولا مش صحيحة، ذات جودة ولا مش ذات جودة، وأبدأ أخد قرار. مستوى التعليم بيفرق برضو في كمية المعلومات ونوعها وبجيبها منين أو بسمعها منين. الخبرة السابقة زي ما قلنا، طول ما أنا عندي خبرة طول ما أنا هيسهل عليا او مش هحتاج كتير من المعلومات. هل دايما الحصول على المعلومات بتخليني اخد قرار صحيح؟ لا، ساعات كتر المعلومات ده بيعمل تشويش، يبقى مش دايما ان انا اخد معلومات كتيرة ده الصح، انا باخد معلومات بالقدر اللي يخليني اخد قرار الى حد ما صحيح، لكن احيانا كتر المعلومات ده بيخليني متردد او بيعمل تشويش على اتخاذ القرار. الخطوة الثالثة اللي أنا هتكلم بعد كده، احنا قلنا الشعور بالحاجة والمشكلة الاستهلاكية، دي الخطوة الأولى. الخطوة الثانية البحث عن المعلومات. الخطوة الثالثة تقييم البدائل المتاحة. أنا والله خلاص قررت إن أنا هقارن ما بين 3 ماركات للابتوب معين وعايز أشتري واحد منهم. تقييم البدائل المتاحة، بعد جمع المعلومات يقوم المستهلك بالمقارنة بين البدائل المتاحة لديه ويختار ليس الأمثل ولكن الأنسب. ممكن يكون في جهاز لابتوب مثالي بس سعره عالي جدا أنا مش هقدر أتحمله، فبختار الماركة أو المنتج المناسب لي. طيب بقيم البدائل اللي قدامي دي والاختيارات اللي قدامي ما بين الماركات والمنتجات إزاي؟ معايير التقييم، في معايير إلى حد ما شائعة زي التكلفة. ما أنا عايزة أشتري أي حاجة ببص على التكلفة، على الوقت، والله هعرف أحصل عليها أصلا وفي قد إيه، مواصفاتها، المكانة الاجتماعية المحققة، أه دي ماركة أبل، أه دي ماركة مش عارفة إيه وهكذا، الماركة بتاعتها. وبتختلف أهمية كل معيار من مستهلك لآخر من وقت للتاني. طبعا في ناس بالنسبة لها التكلفة دي أهم حاجة لأن بتأثر عليها، في ناس المكان الاجتماعية دي مثلا بالنسبة لها مهمة، لا المواصفات والجودة هي اللي بالنسبة لي مهمة وهكذا، كل واحد ليه معيار تفضيل معين. تختلف أهمية كل معيار من المستهلك إلى آخر ومن وقت إلى آخر وفقا لعوامل
وفقا لمجموعة من العوامل، وهي الظروف المحيطة بالمشتري، طبعا يعني مثلا ايه مستواه الاجتماعي، مستواه المادي، هيعرف يحصل عليه ولا لا، متوفر حواليه ولا لا، وهكذا. درجة التشابه ما بين البدائل، والله انا شايف ان في بعض المنتجات كل الماركات فيها بتبقى نفس الكلام، يعني ما فيش اختلاف، فبالتالي انا مش فارق معايا الحاجة للمنتج، انا محتاج المنتج ده وانا فارق معايا التكلفة، بس انا محتاجه في الوقت ده لازم اشتريه فهشتريه. الاعلان ممكن يخليني والله انا فارق معايا مثلا التكلفة، ولكن الإعلان كان كويس ووضح لي مثلا مواصفات المنتج بشكل كويس وشدني، فأنا قررت إن أنا خلاص مش مشكلة فلوس وهشتري، وهكذا. طيب إزاي بقيم؟ طرق تقييم البدائل، عندي التقييم المسبق والتقييم الجديد. التقييم المسبق بناء على الذاكرة والتجارب الشخصية أو الانطباع الأولي بمجرد سماعه عن المنتج من أحد المقربين. التقييم المسبق يعني انا جربت المنتج ده قبل كده او حتى مجربتوش، بس هو منتج بسيط ولقيت حد من صحابي اشتراه فاطمئنيت واشتريته، يبقى التقييم المسبق ده تقييم بيتم بناء على الذاكرة او الخبرة السابقة او انطباع اولي بمجرد ان انا سمعت عنه من احد الاصدقاء والاقارب فاشتريته. دي طرق التقييم اللي هو التقييم المسبق. التقييم الجديد، لا دي حالة شراء جديدة بقى، انا لسه اول مره هتعامل مع المنتج ده، لسه اول مره هشتري، فبالتالي بعمل عمليه تقييم مختلفه شويه. فعندي قواعد التقييم التعويضيه وقواعد التقييم غير التعويضيه. يعني ايه قواعد التقييم التعويضيه؟ هنا انا بعمل زي تقييم اوفر اول كده شامل، هنا بيركز المستهلك على الصفات المقبوله من وجهه نظره في المنتج اللي بيريد شراءه ويتجاهل الصفات الاخرى. يعني ايه؟ والله انا عندي المنتج ده مواصفاته كويسة وبيحقق لي مكانة والماركة بتاعته كويسة بس غالي شوية، لا تمام مش مشكلة، هتغاضى عن ان هو غالي شوية، بس هو فيه ايه فيه نقاط قوة تانية، فنقاط القوة بتشيل او بتعوض نقاط الضعف، يبقى دي قواعد تقييم تعويضية. طيب قواعد التقييم غير التعويضية، لا ده هو هنا بقى بياخد كل صفة في الحسبان، كل صفة أو معيار، التكلفة والجودة والماركة، ياخد المستهلك كل الصفات في الحسبان دون تجاهل أي صفة من الصفات، بمعنى لا يمكن لنقاط القوة أن تعوض إيه نقاط الضعف. طب إيه القواعد اللي هو بيتبعها أو الأساليب اللي هو بيتبعها؟ أول حاجة أسلوب الربط أو القاعدة الإلكترونية، طبعا أنا يعني دي الترجمة بتاعتها. أول قاعدة بتقول إيه؟ على أساس هذه القاعدة بيختار المستهلك البديل اللي بيحقق الحد الأدنى من الصفات المطلوبة في المنتج. يعني لما المستهلك يلاقي إن المنتج ده بيحقق الحد الأدنى من الصفات المطلوبة، أنا مثلا التكلفة وصل معايا للحد الأدنى فيه والجودة والماركة وهكذا بختار، يبقى أنا لازم المنتج يحقق لي الحد الأدنى من الصفات اللي أنا عايزها أو من المعايير اللي أنا عايزها. القاعدة التانية اللي هي disjunctive rule، القاعدة دي بتقول المنتج اللي هيحقق لي الحد الأدنى من صفة واحدة أنا هختاره. يعني مثلا إيه؟ انا عايزه منتج معين ولقيت التكلفه دي مناسبه وحققت لي الحد الادنى من التكلفه، لا خلاص هختار. تمام، يبقى اول قاعده اللي هي conjunctive rule، الconjunctive دي بتقول ايه؟ اني انا هختار المنتج اللي حقق لي الحد الادنى في كل الصفات اللي انا عايزاها او في الصفات اللي انا عايزاها. لا disjunctive rule بيقول لما الاقي صفة من المهمين بالنسبة لي حققت الحد الأدنى هختار المنتج. طيب آخر قاعدة بتقول إيه؟ اللي هي الليكسيكوجرافيك رول، أنا هختار المنتج اللي حقق لي أهم صفة أو معيار. يعني أنا قدامي عدد من المنتجات، واحد من أنا أهم حاجة عندي إن السعر يكون مش غالي، فعندي مثلا المنتج ده بألف والمنتج ده بألف ونص وده بألفين، يبقى أنا هختار اللي هو بألف. يبقى على أساس هذه القاعدة بيختار المستهلك البديل الأفضل في أهم صفة أو معيار.
يعني هشوف أهم صفة أو معيار اتحقق فين، وهاخد المنتج أو هختاره. طبعا الحاجات دي بتتم بشكل لا إرادي، على حسب بقى شخصية المشتري وظروفه وحاجات كتير والعوامل المحيطة بيه يعني. طيب بيبقى أنا كده أول حاجة حسيت بالمشكلة، بحثت عن المعلومات، قيمت البدائل سواء بشكل تعويضي أو بشكل غير تعويضي بناء على الـ3 قواعد دول. آخر حاجة أو آخر خطوة هي اتخاذ القرار. هنا المستهلك بيتخذ قرار بالشراء، شراء البديل المناسب أو بعدم الشراء أو بالتأجيل، وذلك قد يرجع لعدة عوامل، منها هو هنا بقى بياخد قرار، إما هشتري البديل اللي أنا استقريت عليه أو مش هشتري أصلا، لقيت نفسي معيش فلوس أو حصل ظروف مثلا غير متوقعة، أو هأجل أحوش مثلا، يبقى أو حد أثر عليا وأقنعني إن المنتج ده مش كويس، او اقنعني ان انا مش مهم اشتريه او ااجله، يبقى هنا المستهلك بيتخذ قرار بالشراء اللي هو شراء البديل اللي استقر عليه، او بعدم الشراء او بالتاجيل، وذلك قد يرجع لعده عوامل، منها تاثير اطراف اخرى عليه او حدوث ظروف غير متوقعه ليه، كان محوش فلوس وصرفها في حاجه تانية، كان عامل حسابه ان هيجيله مثلا فلوس معينه، فكان عامل حسابه ان هو هينزل اجازه او هياخد اجازه فهينزل يشتريه وده ما حصلش، وهكذا. وبكده نكون خلصنا الخطوات أو الخاصة بمرحلة ما قبل الشراء اللي هو الفصل الثاني، الـ4 خطوات اللي احنا قلناهم. نقولهم تاني سريعا: البحث عن المشكلة الاستهلاكية، مش البحث، الشعور بالحاجة أو المشكلة الاستهلاكية، البحث عن المعلومات، تالت حاجة تقييم البدائل، ورابع حاجة اتخاذ القرار. هننتقل بعد كده للفصل الثالث اللي هو بيتكلم عن مرحلة الشراء الفعلي. فهبدأ أول حاجة بمفهوم عملية الشراء. قلنا الشراء، عملية الشراء هي عبارة عن إنفاق المال مقابل الحصول على منتج ما، ويسعى المستهلكون إلى إنفاق موارده مقابل إشباع حاجته. الشراء الفعلي يعني أنا هروح وهدفع الفلوس بالفعل واشتري المنتج. طيب هل في طرق شراء؟ في هناك عدد من الطرق والسيناريوهات اللي بيتبعها المستهلك عند الشراء، وده بيتوقف على طبيعة الشراء، طبيعة المنتج، طبيعة المستهلك نفسه. طيب عندي 3 طرق للشراء أو 3 خطط: خطة الشراء الكاملة، خطة الشراء الجزئية، والشراء غير المخطط. وهفهم واحدة واحدة يعني إيه كل حاجة، هنراجع عليهم سريعا. خطة الشراء الكاملة، هنا المستهلك بيخطط تخطيط كامل للشراء، بيخطط هو عايز أي منتج وأي ماركة منه وهيشتري منين، خلاص يبقى بيخطط ويقيم وياخد المعلومات اللي هو عايزها وكل حاجة. ده الخطة دي بتنفع مع ايه؟ مع السلع الاستهلاكية المعمرة، وفي الغالب بتكون سعرها مرتفع، يعني هشتري تلاجة، غسالة، هشتري عربية، هشتري شقة. الحاجات دي محتاجة تخطيط كامل، انا عايز اشتري ايه واشتريها اني ماركة واشتريها منين. خلاص، هل ممكن خطة الشراء الكاملة او قرار الشراء بعد ما اتاخد بعد عملية التقييم والتخطيط يتغير؟ اه ممكن يتغير. لو انا رحت المحل الشراء ولقيت خصومات على ماركة تانية فممكن اغير رأيي. ففي بعض العوامل الموقفية اللي ممكن تأثر لي على قرار الشراء، او حتى عوامل تسويقية ممكن تأثر لي على قرار الشراء، حتى لو كان قرار شراء بناء على تقييم وتخطيط كامل. طيب خطة الشراء الجزئية، لا هنا المستهلك بيخطط، هنا لا يقوم المستهلك بالتخطيط للماركة ولكن بيخطط للمنتج. والله أنا عايز أشتري موبايل لكن بتكلفته مثلا 2000 جنيه، لما أنزل بقى والله لقيته بقى ماركة أي ماركة، لقيته ماركة صيني، لقيته مش عارفة إيه، هو ده اللي أنا هشتريه. يبقى خطة الشراء الجزئية، هنا لا يقوم المستهلك بالتخطيط المسبق للماركة ولكن بيقوم بالتخطيط للمنتج والكمية لو ليه كمية يعني، ويترك تحديد الماركة أثناء التسوق. طيب الشراء غير المخطط، الشراء غير المخطط ده الشراء العفوي، أنا كده راح أعمل شوبينج مثلا في المول معين فلقيت خصومات مثلا على شنط أو حاجة فبدأت أشتري. الشراء العفوي هو اللي بيتم فورا بدون تخطيط مسبق، وعندما يقتنع أحد رجال البيع أو المندوب عندما يقنع أحد رجال البيع أو المندوبين بعض العملاء بالشراء، أو يلاقي عروض معينة. أو طبعا الشراء غير المخطط
معظم قرارات الشراء على فكرة بتكون شراء غير المخطط، وبالتالي المسوقين لازم يهتموا بيه. بعد كده هنراجع أنواع قرارات الشراء. عندي كذا تقسيم ليها، أنواع قرارات الشراء وفقا لمعيار حداثة الشراء، يعني أنا اشتريت قبل كده ولا لا. أول حاجة عندي قرارات التجريبية. القرارات التجريبية دي قرارات استكشافية كده، هي قرارات بيتخذها المستهلك عشان يجرب المنتج، بتعتبر خطوة استكشافية وبيكون أول مرة يتعامل مع المنتج ده. بس في بعض المنتجات لا تسمح أصلا يعني بتجربتها. طيب القرارات المتكررة دي قرارات معناها إن أنا اشتريت المنتج ده قبل كده وعارفه، وهو نوع من أنواع الولاء للماركة التجارية، يعني بتعامل مع الماركة دي على طول، بشتري منها على طول. قرارات طويلة الأجل هي منتجات بيحتفظ بها المستهلك لفترة زمنية طويلة، زي إن هو يشتري شقة أو يشتري تلاجة مثلا أو غسالة. عفوا، إنه هي ليست متكررة وليست تجريبية، يعني هي ممكن الغسالة تتكرر إن هو مثلا، وأحيانا الغسالة مثلا ممكن تقعد فترة زمنية طويلة. يعني هي منتجات عامة زي الشقة مثلا، هي منتجات يحتفظ بها المستهلك لمدة طويلة، فهي ليست متكررة وليست تجريبية يعني كشراء المنازل والسيارات. طيب لو هقسم أنواع القرارات وفقا لمعيار تعقد الموقف الشرائي، فأنا عندي قرارات روتينية وقرارات مكثفة وقرارات محدودة. قرار روتيني يعني بيتم شراء بشكل روتيني دون تخطيط مسبق، زي مثلا بشتري معجون أسنان، بشتري سكر، بشتري دقيق، بشتري زيت، بمجرد أن يشعر العميل بالحاجة خلاص أنا استشعرت أن أنا عايز الحاجة دي فبشتريها. قرارات مكثفة هي القرارات اللي بيتخذها العميل ويمر بكل مراحل اتخاذ القرار. القرارات المكثفة دي قرارات يعني ليها درجة مخاطرة عالية، يعني هشتري عربية فسعرها غالي وهيأثر على طبعا ميزانيتي، هشتري بيت، هشتري أرض، هي قرارات محفوفة بالمخاطر بتمر بكل المراحل. معنى كده ايه؟ يعني انا عايز اشتري، ببحث عن معلومات كويس قوي، بقيم النتائج وبقيم البدائل وهكذا. في بعض المنتجات مش بتحتاج ان انا امر بكل المراحل، مجرد الشعور بالحاجة على طول بشتري، وغالبا بتكون منتجات مرتفعة الثمن او قرارات تتخذ على فترات طويلة. طيب القرارات المحدودة هو نوع ما بين القرارات الروتينية والمكثفة، تمام، بتتطلب نوع من البحث والتقييم ولكن بشكل محدود، زي مثلا هشتري لاب، هشتري موبايل، هشتري مثلا نظارة شمس، يعني قرارات محدودة مش روتينية، مش متعود ان انا اعملها، ومش مكثفة خطيرة وغالية ودرجة المخاطرة بتاعتها عالية. طيب في برضو من انواع القرارات وفقا لوحدة اتخاذ القرار، عندي معيار قرار فردي وقرار جماعي. فردي يعني الشخص اللي بيتخذ القرار بمفرده وبيشتري دون تدخل اي طرف. قرار جماعي هو ذلك القرار اللي بيتدخل في اتخاذه اكتر من فرد، وبيتميز بالتعقيد والمخاطرة. يعني مثلا لو الزوج قرر ان هو يشتري قطعة ارض، اكيد زوجته لازم تعرف، لو عنده اولاد كبار لازم يعرفوا، ممكن اصلا يستشير مثلا اخواته او اصدقائه وما الى ذلك، بدأ قرار جماعي. طيب ايه العوامل اللي بتأثر على قرار الشراء؟ في مجموعة من العوامل هنتكلم عنها برضو سريعا ونراجعها سريعا، اللي بتأثر على قرار الشراء زي ما قلنا قبل كده. أول حاجة الأطراف المسؤولة عن الشراء. الأطراف المسؤولة عن الشراء زي مين؟ في عندي شخص اسمه المبادر، الزوجة اقترحت على الزوج إن هما يشتروا عربية، أو الابن اقترح على الأب إن هو يشتروا عربية لأن هو محتاجها. يبقى ده اسمه مبادر، اللي طرح الفكرة. المؤثر المؤثر اللي هو المؤثر ده الشخص اللي بيبدأ بقى يدور على المعلومات، بيبقى عنده معلومات، بيبقى عنده خلفية، فبيبدأ بقى يقنع مثلا الأب، أو بيبدأ يقنع مثلا الأم بشراء حاجة معينة. ده الشخص المؤثر. المقرر هو بياخد القرار، خلاص الأب أو الزوج أو العيلة كلها أو الأسرة كلها قرروا إن هم يشتروا الحاجة دي. المشتري اللي هو بيدفع الفلوس بالفعل، المستخدم اللي هو بقى بيستخدمها، ممكن الأب يشتري عربية لأولاده أو لابنه أو لزوجته وهكذا. يبقى من العوامل المؤثرة على قرار الشراء الأطراف المسؤولة عن الشراء، سواء المبادر أو المؤثر أو المقرر أو المشتري أو المستخدم.
وعلى فكرة التسويق بيهتم بكل، بيسميها وحدة اتخاذ القرار، بيهتم بيهم كلهم وبيوجه لكل واحد رسالة إعلانية على حسب دوره أو الأهمية النسبية بتاعته. طيب موضوع الشراء، المنتج، كل ما كان المنتج غالي ومحفوف بالمخاطر ومهم بالنسبة للشخص، كل ما يكون ده قرار شرائي صعب والعكس صحيح. أسباب الشراء، والله في ناس بيبقى عندها أسباب شخصية للشراء، والله أنا عايز أشتري ماركة فلانية عشان دي بتدي وجاهة اجتماعية، أنا عايز أنزل أعمل شوبينج علشان أتفسح، أنا عايز أنزل أعمل شوبينج عشان أتعرف على ناس. يبقى في أسباب للشراء قد تكون شخصية أو اجتماعية. توقيت الشراء زي مثلا في المواسم، الأعياد، رمضان، دخول المدارس، كل دي اسمها مواسم شراء. أو طبعا هنا المنظمات لازم تتعرف على مواسم الشراء او امتى الشراء بيزيد، علشان هنا بتبدأ تقدم بقى عروض اكتر، بتبدأ تعمل ترويج اكتر، بتبدأ تخلي المنتج بتاعها متاح في السوق. وسيلة الدفع بيأثر على قرار الشراء، انا ممكن لو في حاجة متوافر ان اشتريها بالتقسيط فبكده هشتريها، لو كاش مش هقدر مثلا اشتريها. مكان الشراء، مكان بعيد قريب متاح ليا مش متاح، بحبه بحب اروحه ولا لا، يبقى دي العوامل المؤثرة على قرار الشراء. طيب اختيار محل الشراء، محل الشراء ده المحل او المتجر او المول اللي انا بروح عشان اشتري منه، في معايير مرتبطة باختيار المحل الشراء، يعني في مجموعة من المعايير المستهلك بناء عليها بيقيم محل الشراء بالرضا او السخط، وإما يقرر الشراء أو يتجنب الشراء منه، بيحب مثلا مول معين، مركز تجاري معين، فبيتعامل معاه على طول وبيشتري منه، أو بيتجنب لو تجربه أو حصل فيه مشكلة أو ما كانش جيد بالنسبة له بيتجنب الشراء منه. طيب معايير ترتبط بمحل الشراء نفسه زي إيه؟ موقع وحجم محل الشراء، والله أنا برتاح فموقع الشراء سواء كان بعيد او قريب متاح، يعني في سهولة للوصول ليه او ما فيش سهولة، ده بيفرق في اختياري لمحل الشراء وحجمه. في ناس بترتاح اكتر ان هي تشتري مثلا من المولات بحيث ان هي تتفسح فيها، تتفرج فيها على اكتر من حاجة، كل حاجة تبقى موجودة في نفس المكان. طبيعة وجودة المنتجات طبعا اللي موجودة داخل المتجر هتشجعني ان انا اروح او لا، السعر بيعمل خصومات اسعار ولا لا، رجال البيع الناس هناك بتتعامل ازاي، الخدمات المصاحبه، في خدمات، في جراج، في فود كورت، في يعني في خدمات مصاحبه للمكان ولا لا. طبيعه العملاء المترددين على المحل، والله انا عارف ان المول ده الناس اللي بتروحوا طبقه اجتماعيه معينه فانا حابب ان انا اروح، اسلوب العرض بتاعت المنتجات وترتيبها، الاساليب الترويجيه، الخصومات، الاسعار والحاجات زي كده، الجو العام للمتجر، الديزاين، الاشكال، بيتعمل حفلات فيه وهكذا، يعني الجو العام للمتجر. يبقى دي معايير بتخليني اختار محل الشراء ده. بعد كده عندي معايير ترتبط بالمستهلك نفسه، بتخليه يحدد اي محل تجاري او شرائي هيشتري منه. عندي المخاطر المدركة، كل محل شرائي ليه درجة مخاطرة، زي مثلا لو انا هنزل اشتري من المول غير لما اشتري عبر الانترنت، اكيد المول انا عارف المكان هشوف المنتج بنفسي، لكن الانترنت ده احيانا ما بيبقاش متاح، فبالتالي يكون درجة المخاطر بتاعته اعلى. نمط المستهلك في الشراء، هو شخصيته عاملة ازاي، ان هو اختياره للمحل او للمكان اللي هيشتري منه ده بيتوقف على تطلعاته ومستوى تعليمه ووظيفته وثقافته ومعتقداته الشخصية وما الى ذلك. وبكده احنا نكون خلصنا الفصل الثالث. الفصل الثالث سريعا اتكلمنا عن ايه، اتكلمنا عن مفهوم الشراء، ان انا بدفع مال مقابل الحصول على المنتج، السيناريو البديل، خطة الشراء الكاملة، خطة الشراء الجزئية، الشراء العفوي، اتكلمت على انواع كتير قوي للقرارات. فانا عندي قرارات تجريبية ومتكررة وطويلة الاجل، ده وفقا لمعيار حداثة الشراء، عندي قرارات روتينية مكثفة محدودة، ده وفقا لمعيار تعقد الموقف الشرائي، وعندي قرارات وفقا لوحدة اتخاذ القرار زي القرار الفردي والجماعي. في عوامل بتأثر على قرار الشراء زي الاطراف المسؤولة عن الشراء، موضوع الشراء اللي هو المنتج نفسه، أسباب الشراء، التوقيت، وسيلة الدفع ومكان الشراء،
وفي شوية معايير على أساسها المستهلك بيختار محل الشراء أو بيتجنب التعامل معاه، منها معايير ترتبط بمحل الشراء، موقعه، حجمه، الخدمات، رجال البيع فيه، الأسعار اللي بيقدمها، الأساليب الترويجية، أسلوب العرض، الجو العام للمتجر، ومعايير مرتبطة بالمستهلك نفسه، المخاطر المحيطة بالمكان اللي عايز يتعامل معاه، أو نمطه في الشراء عامل إزاي. وبكده احنا خلصنا مراجعة سريعة لأول 3 فصول، وهنبدأ ايه الأسئلة التدريبية، أسئلة صح وغلط، واختر على ال3 فصول دول إن شاء الله. السؤال الأول: يطلق على الشخص الذي يقوم بعملية الشراء مشتري، سواء كان شخص طبيعي أو معنوي. طبعا صح، احنا قلنا المشتري هو شخص طبيعي، إنسان أو معنوي، شركة أو منظمة. 2، مش عارفة هو الأسئلة واضحة قدامك ولا لأ، كده يكون أوضح. 2، هناك عدة أسس لتصنيف المشترين. صح، احنا قلنا عندي مشتري نهائي ومشتري تنظيمي، وعندي بعد كده مشتري حالي ومشتري مرتقب. قيام الفرد باستخدام الإنترنت للمفاضلة ما بين الماركات المختلفة لأجهزة اللابتوب، هذا من قبيل التصرفات والأفعال التي يتضمنها السلوك الشرائي. صح، احنا قلنا السلوك الشرائي هي كافة التصرفات والأفعال اللي بيعملها الشخص من أول ما بيفكر في الحاجة أو المشكلة الاستهلاكية لحد كمان ما يشتريها وكمان ما بعد الشراء. يمكن القول أن كل ما يدفع الفرد للشراء هي العوامل الخارجية كمشاهدة الإعلانات والتأثر بآراء الآخرين. خطأ، احنا قلنا السلوك الشرائي بيأثر فيه عوامل داخلية، دوافعه، حاجاته هو الشخصية، أو خارجية زي الإعلانات والآخرين. يبقى كل ما يدفع الفرد للشراء هي عوامل خارجية؟ لا، غلط. سلوك الشراء هو سلوك حركي فقط من الدرجة الأولى. أنا عارف إن سلوك الشراء حركي وذهني، يبقى حركي فقط؟ لا، خطأ. سلوك الشراء سلوك متغير. سلوك الشراء إنه بيتغير من مستهلك للتاني، من وقت للتاني، ومن الزمن لآخر، من مكان لآخر. دراسة المنظمات لسلوك المستهلك تمكنه من إشباع رغباته واحتياجاته بكفاءة. صح، احنا قلنا لما تدرس سلوكه هتقدم له المنتجات المناسبة بالأسعار المناسبة بطريقة التوزيع المناسبة، بالتالي كده بتشبع له احتياجاته. دراسة سلوك المستهلك قد تفتح للمنظمات أسواق جديدة، هي لما تفهم المستهلك وتعرف الخصائص بتاعته وتقدر تقسم السوق، هتقدر بتفتح لنفسها أسواق جديدة. جمعيات حماية المستهلك ليس من دورها أن تحمي المستهلك من نفسه. قلنا لا، هي بتحمي المستهلك من نفسه لو مثلا بيدخن، بيعمل سلوكيات غلط، فهي بتحمي المستهلك من نفسه ومن غيره. جمعيات حماية المستهلك تطور طبيعي لوجود استغلال من قبل البائعين والمنتجين. طبعا صح، ما يتم دفعه من قبل المستهلكين من أموال للحصول على المنتجات تعبر عن التكلفة الكلية. احنا قلنا التكلفة الكلية مال بس؟ لا، ده مال ووقت وجهد. هو ما جابش سيرة ايه، الوقت ولا الجهد، قال ما يتم دفعه من قبل المستهلكين من اموال للحصول على المنتجات بتعبر عن التكلفة الكلية. لا، هي بتعبر عن التكلفة اللي خاصة بس بالمال، لكن مش التكلفة الكلية. المجهود الذهني والبدني المبذول من قبل المستهلك من التكلفة التي يتحملها المستهلك للحصول على المنتجات. صح، وعنده مجهود ذهني وبدني بيتحملهم لو عايز يشتري منتج معين، وده من ضمن التكلفة. لإدارة الموارد البشرية داخل المنظمات، الناس اللي شغالة داخل المنظمة، دور في تحقيق القيمة المدركة للمستهلك. طبعا احنا عارفين ان كل المنظمة، سواء الانتاج او الموارد البشرية او التسويق او حتى القسم اللي هو المالي، يعني إدارة الموارد البشرية، لإدارة الموارد البشرية دور في تحقيق القيمة المدركة للمستهلك. طبعا صح، تتمثل المنفعة الكلية للمنتجات في مدى جودة هذه المنتجات وأدائها. المنفعة هي بس متمثلة في المنتج ووظيفته ومدى أدائه كويس ولا لا. طبعا غلط، احنا قلنا المنفعة الكلية بتتمثل في المنتج وفي الأفراد وفي الخدمات المصاحبة ليه وفي الصورة الذهنية بتاعت الماركة. خبرة ومهارة العاملين، كلمة دي تمام مش مشكلة، خبرة ومهارة العاملين في المنظمة ليه تأثير على السلوك الشرائي للعملاء. طبعا صح،
كل ما يكون العمال او السيلزمان او بتوع الماركتينج اكثر خبرة ومهارة، كل ده ما هيقدروا يتعاملوا بشكل فعال اكتر مع العميل. القيمة المتوقعة لدى المستهلك، القيمة المتوقعة لدى المستهلكين بتنشأ من إدراك المستهلكين لما يمكن أن تقدمه سلعة معينة لإشباع رغباتهم واحتياجاتهم. صح، يعني إيه قيمة متوقعة؟ أنا متوقع لو اشتريت اللابتوب بماركة مثلا ديل إن هو هيكون مواصفاته كويسة جدا وأداؤه كويس جدا. يبقى القيمة المتوقعة لدى المستهلك بتنشأ من إدراك المستهلك للي ممكن تقدمه السلعة دي من إشباع حاجاته ورغباته. طبعا صح. القيمة المدركة دي متوقعة، القيمة المدركة هي القيمة الفعلية التي أدركها المستهلك من اقتنائه. قيمة مدركة يعني حصلت بالفعل. قيمة متوقعة أنا متوقع أو محتمل إن أنا لو اشتريت الحاجة دي هلاقي فيها المواصفات الفلانية. تحليل المنافسين الذي تقوم به المنظمة بيتمثل في إجراء مقارنة مع جميع المنافسين حتى تتأكد من تفوقها عليهم. لا طبعا غلط، احنا قلنا أنا بس بحل بهتم بالمنافس اللي هقدر أتغلب عليه أو أواجهه، وأشوف مين اللي أقدر أشاركه وأشوف مين اللي أتجنبه، وكمان بحل المنافس اللي بيشتغل في المنتج بتاعي أو منتج قريب منه. الدين ومعتقدات الأفراد بتؤثر على السلوك الشرائي. طبعا صح، في للأفراد والمجتمع طبعا. يتأثر البرنامج التسويقي بالعوامل الاقتصادية على المستوى القومي. طبعا العوامل الاقتصادية بتأثر على مستوى الدخل القومي وبتأثر على مستوى دخل الفرد، وبالتالي أنا لازم أهتم عشان أشوف مستوى الأسعار بتاعي. تساعد دراسة سلوك المستهلك على تحديد التباين بين المستهلكين ومن ثم تجزئة السوق. طبعا احنا قلنا إن في علاقة ما بين سلوك المستهلك والتجزئة. مفهوم تجزئة السوق تطبيق علمي وعملي للمفهوم الحديث للتسويق. تجزئة السوق يعني أنا ببدأ من عند العميل، والله أنا السوق بتاع الملابس ده فيه كبار وشباب وأطفال، فأنا لازم لو أقدم لكل فئة عمرية نوع ملابس معين، في رجال وسيدات. لسلوك المستهلك دور في تشكيل عناصر المزيج الترويجي. طبعا احنا قلنا انا مثلا بعمل للمبادر والمؤثر ومتخذ القرار كلهم بوصل لهم رسالة إعلانية، وكل واحد حسب المعيار النسبي بتاعه فليهم دور. والله لو حاسس ان سلوك المستهلك لطبقة معينة بتهتم بالأسعار فهركز في الترويج بتاعي على خصومات السعر او في الإعلان بتاعي على ان السعر ده مناسب. حق الأمان للمستهلك بيتضمن حقه في الحصول على معلومات صحيحة وغير مزيفة. لا ده حق الحصول على المعلومات مش حق الأمان. حق الأمان المنتج سليم آمن، عمليات إنتاجية آمنة وما إلى ذلك. الرد على استفسارات وشكاوى المستهلكين من ضمن حق التعويض. قلنا لا، الرد على استفسارات وشكاوى المستهلكين ده من ضمن حق سماع الرأي. ما يقوم به المستهلك قبل اتخاذ قرار الشراء الفعلي غالبا بيتمثل في خطوة واحدة وهي البحث عن المعلومات. ما يقوم به المستهلك قبل اتخاذ قرار الشراء الفعلي غالبا بيتمثل في خطوة واحدة وهي البحث عن المعلومات. لا، ما يقوم به المستهلك قبل اتخاذ القرار ده فيه 4 خطوات. قلنا الشعور بالحاجة، بحث عن المعلومات، تقييم البدائل لاتخاذ القرار. وهنا ذكر خطوة واحدة، يبقى طبعا خطأ. يسعى المستهلكين إلى تحديد احتياجاتهم غير المشبعة والعمل على إشباعها. صح طبعا، كلنا بنسعى لتحديد احتياجاتنا الغير مشبعة وعايزين نشبعها. الفجوة ما بين الحالة المرغوبة اللي هو عايزها المستهلك والحالة الراهنة اللي هو فيها، سواء بيستخدم منتج ماشي معاه كويس ولا مش ماشي معاه، هي ما تولد ما يسمى بالحاجة أو المشكلة الاستهلاكية. صح. يختلف حدة الشعور بالحاجة أو المشكلة الاستهلاكية من عميل لآخر. وأنا ممكن لو انا جعان اصبر شويه لحد مثلا ما اروح البيت واكل، في حد تاني لا لازم يشتري دلوقتي حاجه وهو مثلا في الشارع او كده عشان ياكلها. يبقى يختلف حده الشعور بالمشكله الاستهلاكيه من عميل لاخر. صح. الدوافع الشخصيه دور كبير في اتخاذ القرار. طبعا انا والله عايز ارضي اسرتي وارحمهم من زحمه المواصلات فهشتري عربيه. يبقى الدوافع الشخصيه دور كبير في اتخاذ قرار الشراء. العوامل المحيطة بعملية الشراء
ليس لها دور فعال. عوامل المحيط بعملية الشراء دي العوامل الموقفية، ليس لها دور فعال إذا اتخذ المستهلك قرار شرائه بالفعل. طبعا غلط، احنا قلنا حتى لو المستهلك اتخذ قرار شرائه بالفعل ونزل وحصل موقف ما في عملية الشراء ممكن يغير قراره. التذكر هو نوع من أنواع البحث الداخلي عن المعلومات. احنا قلنا البحث عن المعلومات في مصادر ايه؟ داخلية ومصادر خارجية. طيب المصادر الداخلية هو التذكر والخبرات السابقة، يبقى التذكر نوع من أنواع البحث الداخلي عن المعلومات. لا نلجأ عادة للمصادر الخارجية للمعلومات عند شراء السلع الميسرة. السلع الميسرة دي قصده بيها ايه؟ معجون الأسنان، الملح، السكر. هل انت محتاج مصادر خارجية تسأل، تقعد تسأل، ولا انت خلاص عارف مثلا الأم عارفة هي بتشتري مثلا زيت ايه وسمن ايه وهكذا، انت عارف مثلا بتشتري معجون السنان بتاعك ايه، السلع اللي انت دايما بتشتريها او روتينية. يبقى لا نلجأ عادة في العادي، لا نلجأ عادة للمصادر الخارجية للمعلومات عند شراء السلع الميسرة. كل عملية شراء تعد بعد ذلك من قبيل مصادر داخلية للمعلومات. يعني ايه الكلام ده؟ هي المصادر الداخلية للمعلومات عبارة عن ايه؟ تذكر وخبرات سابقة. فهو بيقول لي كل عملية شراء تعد بعد ذلك مصدر داخلي، لأن هي تعتبر خبرة سابقة أو تجربة سابقة. المصادر الشخصية اللي هي ايه بقى؟ المصادر الشخصية دي للمعلومات اللي هي الأسرة والأفراد والأصدقاء. الأسرة والأصدقاء للمصادر الشخصية التأثير الأكبر، مفهوم هنا للمعلومات. المصادر الشخصية للمعلومات التأثير الأكبر على المستهلك عند اتخاذ قرار الشراء، صح، لأن هي مصادر موثوقة. بيشك العديد من المستهلكين في النوايا المرتبطة بالدعاية والإعلان عن المنتج، وبالتالي بيلجأ لمصدر معلومات آخر. طبعا أنا ممكن أعرف من الإعلان أخبار أو معلومات، لكن مش هعتمد عليه بشكل كلي، لأن أنا ببقى عارفة إن المنتج عايز يبيع، فبالتالي بيحاول يظهر الحاجة دي بأحسن صورة ممكنة. سعي المستهلك حول جمع المعلومات تمكنه دائما من اتخاذ قرار شرائي صحيح. غلط، احنا قلنا وجود المعلومات مهم، لكن مع كثرتها ممكن يحصل تشويش في اتخاذ القرار. فسعي المستهلك حول جمع المعلومات تمكنه دائما من اتخاذ قرار شرائي صحيح. طبعا غلط. تلعب الأسرة والأصدقاء للعميل دور أكبر من إخباره بالمنتجات المتاحة وكيفية استخدامها. دي بتقنعه، دي ممكن تأثر على قراره الشرائي، مش بس بتخبره عن المنتج وكويس ولا لأ. يبقى تلعب الأسرة والأصدقاء للعميل دور أكبر من إخباره بالمنتجات المتاحة وكيفية استخدامها، صح. يرتب كل مستهلك البدائل المتاحة له للشراء وفقا لمعايير ثابتة. كل مستهلك في معايير ثابتة لترتيب البدائل أو للتقييم؟ لأ، كل مستهلك في حاجات شائعة، ماشي، بس كل مستهلك بعد كده ليه معاييره الخاصة. يرتب كل مستهلك البدائل المتاحة ليه للشراء وفقا لمعايير ثابتة؟ لأ، هي مش معايير ثابتة. قرار الشراء يصبح قرار صحيح إذا اختار العميل البديل الأمثل. احنا قلنا لأ، ممكن يبقى لابتوب حلو قوي ومواصفاته عالية قوي بس غالي مش مناسب ليا، يبقى أنا بختار البديل الأنسب وليس الأمثل. يوجد أسلوب تقييم شبه موحد بيقوم بيه كل المستهلكين أو بيقوم بيه المستهلكين قبل اتخاذ القرار. لا غلط طبعا، على حسب أسلوب التقييم اللي إن أنا بتبعه، تعويضي، أسلوب تقييم غير تعويضي وهكذا. تختلف معايير تقييم المنتجات لنفس المستهلك من وقت إلى آخر. تختلف معايير تقييم المنتجات لنفس المستهلك من وقت إلى آخر. طبعا الإجابة صحيحة، احنا قلنا معايير التقييم بتختلف من مستهلك للتاني ومن وقت للتاني. يعني مثلا زي ما قلنا حد كان بيشتغل فالتكلفة بالنسبة له ما بقتش فارقة قوي زي حد لسه ما بيشتغلش أو بياخد مصروف وهكذا. معايير التقييم بتختلف لنفس المستهلك من وقت للتاني. 43. الامتناع عن الشراء قد يكون القرار الأمثل للعميل في بعض الأحيان، صح. احنا قلنا العميل لما بيجي ياخد قرار، إما بياخد قرار ان هو يشتري البديل المناسب أو يأجل قرار الشراء أو يمتنع عن الشراء أصلا. سؤال رقم 44. قد يتخذ المستهلك قرار الشراء قبل أو بعد دخول السوق، يعني ممكن يدخل السوق وهو أصلا ميبقاش ناوي يشتري. طبعا أحيانا كتيرة احنا بنبقى نازلين مولات مش هدفنا الشراء، ولكن لما بندخل ونشوف حاجات معينة قدامنا بنشتري. يبقى قد يتخذ المستهلك قرار الشراء
قبل أو بعد دخوله للسوق؟ سؤال رقم 45، تظهر مراحل اتخاذ قرار الشراء في تظهر مراحل اتخاذ قرار الشراء في كافة السلع التي يقوم بشرائها المستهلك وفي كل مرة. يعني معنى الكلام ده ايه؟ هل كل السلع لازم اقوم بيها بمراحل اتخاذ القرار؟ اشعر بالمشكلة وابحث عن المعلومات واقيم واتخذ القرار وشراء فعلي، هل كل السلع لازم اقوم بيها بالمراحل دي وفي كل مرة؟ لا، احنا قلنا ان في بعض المنتجات زي المنتجات الروتينية، هشتري معجون سنان، هشتري زيت، هشتري سكر، هشتري ملح، هي بتبقى حاجات ثابتة انا بشتريها دايما على طول من نفس المنتج بنفس الكمية، فمش بقوم بيها بمراحل اتخاذ القرار. يبقى تظهر مراحل اتخاذ قرار الشراء في كافة السلع التي يقوم بشرائها المستهلك في كل مرة. غلط. يتأثر القرار الشرائي لمنتج بعينه بمجموعة من المعايير الموضوعية والشخصية. أيضا قرار الشراء بيتأثر بمجموعة من المعايير الموضوعية والشخصية. موضوعية يعني خاصة بالمنتج نفسه، منتج كويس، مواصفاته كويسة، معروف مثلا عالميا. ومعايير شخصية اللي هي التكلفة، الوقت، المعلومات المتاحة عندي، الصورة الذهنية اللي عن المركب، الصورة اللي عن المركب ذهني. دراسة معايير تقييم المنتجات البديلة من قبل عدد كبير من المستهلكين يساعد المنظمة على تجزئة السوق. عايز اقول ان المنظمة لما تقوم بدراسة معايير تقييم المنتجات اللي المستهلكين بيستخدموها، يعني بيهتموا بالتكلفة، بيهتموا بالصورة الذهنية، بيهتموا بأماكن تواجدها، أماكن تواجد المنتج، يعني ده بيساعد المنظمة على تجزئة السوق. صح طبعا، لو انا معايير تقييمي بناء على السعر، فعارفة مثلا ان انا عندي فئات من المستهلكين بتفضل السعر المنخفض وفئات تانية السعر المتوسط وهكذا، يبقى هتساعدني على تجزئة السوق. طبقا لقاعدة التقييم التعويضية بيتم اختيار البديل. يعني هنا طبقا لقاعدة التقييم التعويضية بيتم اختيار البديل الذي يحقق تقييم كلي أو أعلى، تقييم كلي أعلى وتعوض نقاط قوته وضعفه. قلنا التقييم التعويضي ده يعني ايه؟ انا باخده اوفر اول كده، والله المنتج ده بشكل المنتج ده بشكل عام تمام بالنسبة لي. يبقى طبقا لقاعدة التقييم التعويضية بيتم اختيار البديل الذي يحقق تقييم كلي اعلى وتعوض نقاط قوته ضعفه. الاجابة صحيحة. هندخل بعد كده على اسئلة الفصل الثالث. نوعية المنتج المطلوب شراؤه بيؤثر على الطريقة المتبعة من قبل المستهلك. يعني أنا مثلا لو هشتري منتج روتيني غير لما اشتري منزل أو سيارة، طبعا، لأن ده مثلا لو منتج روتيني فهتبقى قرارات مثلا متكررة، فمثلا شراء غير مخطط. لكن لو هشتري سيارة أو منزل، لأ، ده قرار مثلا مكثف فيه درجة عالية من المخاطرة، فبالتالي أنا محتاج أعمل خطة شراء كاملة. في خطة الشراء الجزئية يكون هناك تخطيط مسبق للمنتج والماركة؟ لا، شراء جزئي أنا بخطط المنتج بس، لكن الماركة لا. دي اللي بخطط في المنتج والماركة، ده التخطيط الايه؟ كامل، خطة الشراء الكامل. يبقى في خطة الشراء الجزئية بيكون هناك تخطيط مسبق للمنتج والماركة المطلوب شرائهم. فولس، اللي هي خطأ طبعا. قد تتأثر خطة الشراء الكاملة ببعض العوامل الموقفية على الرغم من تخطيط المستهلك للمنتج والماركة المراد شرائهم. قلنا حتى لو المستهلك مقرر خطة شراء كاملة ان هو يشتري، لو نزل ولقى بعض العوامل الموقفية اللي بتحيط بموقف الشراء ما شجعتهوش على الشراء، ممكن يأجل او يلغي قرار الشراء. صح. لا توجد أي فايدة للشراء غير المخطط تعود على الشركات لأنه شراء عشوائي لا يمكن توجيهه. غلط. احنا قلنا إن معظم قرارات الشراء أصلا فوق 80%، 86% من قرارات الشراء هي شراء غير مخطط، وبالتالي المستهلك المسوقين والشركات بتهتم بيه. كل السلع تسمح للمستهلك بتجربتها؟ لا طبعا، في سلع لا تسمح بالتجربة. القرارات الشرائية المحدودة
قرارات الشرائية المحدودة، مستوى من القرارات يقع ما بين القرارات الروتينية والمكثفة. وصحيح احنا قلنا الروتينية الحاجات اللي بشتريها على طول، زيت، سكر، سمنة، وهكذا. المكثفة لأ، فيها درجة مخاطرة عالية وسعرها عالي، المنازل، السيارات، الأراضي. طب المحدودة لأ، دي ما بين الروتينية والمكثفة، بتتطلب تخطيط بس محدود. هشتري موبايل، هشتري نظارة مثلا غالية شوية، هشتري لابتوب مثلا، وهكذا. القرارات الشرائية طويلة الأجل ترتبط ارتباط وثيق بقرارات الشراء المكثفة. هي قرارات الشراء المكثفة اللي هي ايه؟ بشتري حاجات محفوفة بالمخاطر، سعرها عالي، ما باخدش القرار ده كل يوم، بشتري منزل، بشتري سيارة. طب قرارات طويلة الأجل، قرارات الشراء طويلة الأجل هي المنتجات اللي أنا بشتريها بتقعد معايا فترة زمنية طويلة وبتكون برضو غالبا مرتفعة الثمن. يبقى قرارات الشراء طويلة الأجل بترتبط ارتباط وثيق بالقرارات المكثفة. قرار الشراء يجب أن يكون قرار فردي، ولا يصلح أن يكون قرار جماعي. غلط، قرار الشراء ممكن يكون قرار جماعي أو قرار فردي، ملهاش علاقة. قد تتعدد الأطراف المسؤولة عن اتخاذ قرار الشراء وبيختلف دور كل منهم عند التقرير الشراء. صح، قلنا ايه مين هما الأطراف المسؤولة؟ المبادر، المؤثر، المقرر، المشتري، المستخدم. يبقى قد تتعدد الأطراف المسؤولة عن اتخاذ قرار الشراء ويختلف دور كل منهم عند تقرير الشراء. true، صح. المقرر لعملية الشراء هو دايما المشتري، يعني لازم الشخص اللي بيقرر يشتري، اللي بيقرر الشراء هو اللي بيروح يدفع الفلوس. لا، أنا ممكن الزوج هي اللي تاخد القرار والزوج يشتري، ممكن الأبناء هم اللي ياخدوا القرار والأب يشتري، وهكذا. قد يلعب الشخص الواحد داخل الأسرة أكتر من دور من الأدوار المتعلقة باتخاذ قرار الشراء. أو طبعا ممكن الزوجة تكون هي المبادر والمؤثر، وممكن كمان تكون هي المقرر والزوج بس هو المشتري، وبعد كده الزوجة تكون هي المستخدم. يبقى قد يلعب الشخص الواحد داخل الأسرة أكتر من دور من الأدوار المتعلقة باتخاذ قرار الشراء. صح، الإجابة صحيحة. دائما تكون الرسالة الإعلانية موجهة إلى من يقوم بدور المشتري. لا، احنا قلنا إن الرسالة فول ستوب، الرسالة الإعلانية بتكون موجهة لكل وحدة اتخاذ القرار أو صنع القرار، المبادر والمؤثر وكلهم، بس كل واحد على حسب إيه الأهمية النسبية بتاعته أو دوره النسبي. يعني تستهدف الرسالة الإعلانية جميع أفراد وحدة صنع القرار حسب تأثيرهم النسبي. ترو، صح. المنتج موضوع الشراء قد يتمثل في كونه سلعة أو خدمة أو فكرة أو أفراد. المنتج، التعريف بقى اللي هو التعريف اللي بنقول عليه التعريف الشامل أو الواسع للمنتج. أنا مش بس بشتري سلعة، أنا ممكن أشتري سلعة أو خدمة أو أشتري فكرة أو أشتري فرد، زي مثلا النوادي اللي بتشتري اللعيبة أو السياسيين، تمام، أو مكان زي السياحة. في العادة يشتري المستهلك السلعة في حد ذاتها وهذا إطار تقييمه. يعني إيه الكلام ده؟ هو المستهلك بيشتري السلعة في حد ذاتها ولا بيشتري منافعها والخدمات المحيطة بيها والماركة والصورة الذهنية اللي عن الماركة، يبقى في والصورة الذهنية للماركة. يبقى في العادة بيشتري المستهلك السلعة في حد ذاتها وده إطار تقييمه فقط. فولس، المستهلك بيشتري السلعة بالمنافع بتاعتها، بالخدمات المصاحبة، بطريقة تعامل الأفراد معاه، بالصورة الذهنية عن الماركة وما إلى ذلك. يبحث المسوقين دائما عن الذي يشتريه العميل بالفعل، سواء كان المنتج وما يحيط بيه. اه طبعا، المسوق يهمه العميل بيشتريه، المنتج واللي بيحيط بيه، خدمات يعني هو محتاجها. المستهلكين الذين يرغبون في تجنب التسوق في العادة بيلجأوا للشراء الإلكتروني. الحتة دي كانت بتتكلم عن الأسباب الشخصية للتسوق أو الشراء. فكان في الكتاب الدكتورة ذكرى إن بعض المستهلكين مش بيحبوا أصلا التسوق، مش بيرغبوا في الشوبينج واللف والحاجات دي، فبالتالي بيلجأوا للشراء الإلكتروني، ده بالنسبة لهم أحسن وأريح ومناسب ليهم أكتر. سؤال رقم 66،
قد يتسوق الأفراد لأسباب شخصية واجتماعية. قلنا اه، قلنا أنا هنزل هشتري مو هنزل مثلا مول هشتري عشان أتفسح وعشان أتعرف على ناس أو علشان أقلل الضغط مثلا النفسي أو العصبي. مواسم الشراء لا تؤثر على البرنامج التسويقي للشركات فولس. طبعا ده في أصلا بعض الشركات مش بتشتغل إلا في مواسم شرائية معينة، في رمضان، في الأعياد، في دخول المدارس وهكذا. وسائل الدفع قد تؤجل أو تغير من قرار العميل بالشراء. طبعا احنا انا قلت ان في بعض المنتجات ممكن لو متاح ليها ان انا اشتريها بالتقسيط هشتري، لو في بعض المنتجات متاح ليا ان انا اشتري بالكريدت كارد مش كاش هشتري. فبالتالي وسائل الدفع قد تؤجل او تغير من قرار العميل بالشراء. طبعا لا يهتم المستهلك باختيار مكان الشراء المهم تواجد المنتج فولس. زي ما المستهلك بيختار المنتج والماركة اللي هيشتريه، برضه بيختار هشتريها منين او هجيبها منين، عشان الضمان بتاعها، عشان جودتها، عشان جودتها، عشان تحقق له امان اكتر. اختلاف الاراء والاذواق ادت الى تعدد معايير اختيار محل الشراء. طبعا اختلاف اراء العملاء اذواقهم هي دي اللي بتخلي الناس تختار محلات شرائية معينة او متاجر معينة عن غيرها. زي في ناس تحب تشتري من المتاجر الاونلاين، في ناس لا. في كل الأحوال يفضل المستهلكون المتاجر الأقرب لهم؟ لا طبعا، أنا ممكن أروح متجر بعيد لو هو بيريحني وبيوفر لي المنتجات اللي أنا عايزاها، تشكيلة المنتجات كلها متاحة قدامي بقدر أختار منها، مش شرط الأقرب ليا. سؤال رقم 72، إتاحة المتاجر لتجربة شراء المنتج. لو في متجر بيعمل إتاحة لتجربة المنتج زي مثلا تذوقه أو حاجة زي كده، بتحقق ليه ميزة تنافسية؟ اه طبعا، لو المنتج بيوفر لي إن أنا أقدر أجرب، لو المتجر بيوفر لي إن أنا أقدر أجرب المنتج معين قبل ما أشتريه، طبعا ده ميزة تنافسية. لا يمكن لأي من المتاجر تحقيق ميزة تنافسية بعيدا عن خصومات الأسعار. تعالوا نتكلم عن الحتة دي شوية. المتجر عشان يجذب العملاء ليه لازم يتميز ببعض الحاجات، من ضمنها السعر، تمام؟ ولكن هو ممكن تكون أسعار المتجر أو المول ده عالي، ولكن هو عنده مزايا تنافسية تانية. الديزاين، الحفلات اللي بيعملها، العروض اللي بيقدمها، خصومات الأسعار اللي بينزلها، لو يعني أو لو بلاش نتكلم عن السعر خالص، العملاء اللي بيترددوا عليه. يبقى لا يمكن لأي من المتاجر تحقيق ميزة تنافسية بعيدا عن خصومات الأسعار. غلط، ممكن يحقق ميزات تنافسية بعيدا عن الأسعار. العاملين بالمتاجر بيتوقف عليهم أحيانا اتخاذ العميل بقرار الشراء أو عدم قرار أو عدم أو عدم تكراره أصلا. صح، احنا قلنا إن الأفراد والعاملين ده ممكن يخليني أشتري وارغب في الشراء، او يخليني اشعر بالحاجه الاستهلاكيه فعلا واشتري، وممكن لا. وجود موقف للسيارات ومخرج للطوارئ قد تكون سبب في اختيار محل الشراء. طبعا احنا قلنا ان الخدمات المصاحبه للمتجر ده معيار من معايير اختيار المحل الشرائي. الجو العام للمتجر من التصميمات والألوان والروائح ليه تأثير كبير على تفضيل العميل للمتجر دون آخر. True. قد يلجأ بعض العملاء للشراء فقط من بعض المتاجر بسبب رغبتهم في النظر إليهم من قبل الآخرين بقبول وتقدير. بعض العملاء بيشتروا من متجر معين عشان بس يقولوا احنا رحنا للمتجر الفلاني او المول الفلاني وعملنا كذا، اه طبعا عشان يشعروا من قبل الاخرين بقبول وتقدير. تختلف درجة المخاطر من مستهلك الى اخر. ترو، درجة المخاطر زي واحد مثلا بالنسبة له السعر ده مخاطرة، لو سعر عالي مخاطرة، في واحد تاني مثلا لا بالنسبة له السعر ده مش فارق معاه. يبقى تختلف درجة المخاطر من مستهلك الى آخر. بعد كده هنشوف بعض أسئلة اختر. السؤال الأول، الفرد الذي يقوم بشراء أدوات مدرسية لأطفاله يعتبر؟
الأب اللي بيقوم بشراء أدوات دراسية لأطفاله، طبعا هو بيشتري الأدوات دي لإيه؟ للاستخدام النهائي، يبقى ده مشتري نهائي، هو مش مشتري تنظيمي ولا حكومي ولا وسيط. كافة المنظمات التي تشتري السلع والخدمات لكي تدخل في الإنتاج أو تقوم ببيعها أو تحقق منفعة، دي بنسميها إيه؟ مشتري نهائي؟ لأ طبعا، مشتري تنظيمي، حكومي، تجاري، صناعي. طبعا أنا ليه اخترت هنا مشتري تنظيمي؟ لو قرينا السؤال، كافة المنظمات التي تشتري السلع والخدمات لكي تدخل في الإنتاج أو تقوم ببيعها أو تحقق منفعة، يبقى هو ذكر الحكومي والتجاري والصناعي مع بعض، كل دول بيقعوا تحت نطاق إيه؟ مشتري تنظيمي. لو مشتري حكومي، لأ، مشتري حكومي مش بيشتري عشان تدخل في الإنتاج أو تقوم بالبيع عشان تحقق منفعة. لو تجاري مش بينتج، لو صناعي مش بيبيع، وهكذا يعني. يبقى كافة المنظمات التي تشتري السلع والخدمات لكي تدخل في الإنتاج أو تقوم ببيعها أو لتحقيق منفعة، كل دول بيقعوا تحت نطاق المشتري التنظيم. إذا أردت تغيير ماركة المحمول الخاصة بيك من سامسونج لسوني، فأنت مستهلك إيه بقى؟ مرتقب لسوني ولا حالي لسامسونج، ولا مستهلك نهائي، ولا مستهلك حالي لسوني ومرتقب لسامسونج؟ هو هنا عايز بس يختبر انت عارف الفرق ما بين مستهلك حالي ومرتقب ومستهلك نهائي. تمام، انا معايا ماركة سامسونج، يبقى انا مستهلك حالي لسامسونج اللي هي ب، وعايز اغيرها او عايز اشتري ماركة سوني، يبقى انا مستهلك مرتقب لسوني الف، وفي نفس الوقت انا مستهلك نهائي لاني انا اللي هشتري المنتج وهستخدمه، يبقى الف وباء وجيم معا. سؤال رقم 4، يساعد دراسة سلوك المستهلكين على وضع استراتيجية تسويقية جيدة، تمام تنفع، تخفيض الأخطاء في اتخاذ القرارات التسويقية برضو تنفع، فتح فرص جديدة أمام المنظمات من خلال تجزئة السوق وكده طبعا، توزيع الموارد المالية بكفاءة تنفع بعض، تنفع برضو. يبقى كل ما سبق دي الطريقة اللي انت تحل بيها، ان انت بتقرا السؤال كويس وتبدأ تقرا كل إجابة وتشوف مين الإجابة الأصح فيهم. ممكن يكون في أكتر من إجابة انت شاكك فيها ان هي صح، بس انت بتاخد الإجابة الأصح. نطاق اهتمام جمعيات حماية المستهلك، جمعيات حماية المستهلك بتهتم بإيه؟ حماية المستهلك من نفسه يعني أو ذاته صح؟ مواصفات منتجات آمنة، نطاق اهتمامها ان هي تكون مواصفات المنتجات آمنة، تمام، السلع الضرورية للمجتمع بتهتم بيها ان هي تكون متوفرة صح، ألف وباء معا ممكن تكون برضو. نطاق اهتمام جمعيات حماية المستهلك ان هي تراقب الأسعار، ايوه، تقف على الشكاوى والاقتراحات، تمام. يبقى كل ما صح. حق الأمان بيتضمن إيه؟ منتجات سليمة وعمليات إنتاج آمنة وتعليمات وإرشادات، يبقى كل ما سبق. عندما تقوم شركة ما باحتكار بعض المنتجات، فهنا بتتعدى على حق إيه؟ حق الاختيار للعميل. مش احنا قلنا حق الاختيار إن أنا يكون عندي البدائل المتاحة واختار منها على حسب احتياجاتي؟ فلما شركة تحتكر منتج معين وما تديليش بدائل، تنزله بالسعر اللي هي عايزاه بالجودة اللي هي عايزاه، يبقى هي هنا بتتعدى على حق الاختيار للعميل. سؤال رقم 8، قامت شركة جهينة بإرسال مندوب إلى أحد بيوت العملاء واستبدال منتج منتهي الصلاحية ببعض منتجاتها السليمة، هنا بيتمثل حق إيه بقى؟ حق التعويض. انا اشتريت منتج مدة صلاحيته كانت منتهية او بايظ او ايا كان، كلمتهم ان المنتج صلاحيته منتهية، بعتولي منتجات اخرى، يبقى ده حق التعويض. سؤال رقم 9، مستهلك يريد شراء معجون الاسنان الخاص بيه والمعتاد على شرائه لمدة 5 سنوات، في هذه الحالة تمر مرحلة ما قبل الشراء بأي خطوات؟ انا افتكر مرحلة ما قبل الشراء ايه الخطوات بتاعتها؟ 4 خطوات، الشعور بالحاجة، بحث عن المعلومات، تقييم البدائل، اتخاذ القرار. طيب
المعجون الأسنان ده منتج روتيني باخده على طول، هل أحتاج بحث عن المعلومات؟ هل هحتاج تقييم البدائل؟ يبقى مرحلة ما قبل الشراء بتمر بأي مراحل؟ شراء فعلي، شعور بالحاجة ثم اتخاذ القرار الشرائي، الشعور بالحاجة وتقييم بدائل واتخاذ القرار، كل الخطوات لا شيء مما سبق، مين الأصح فيهم؟ كل الخطوات لا، الشعور بالحاجة وتقييم البدائل لا، ما بقيمش البدائل أنا عشان أشتري معجون الأسنان. شراء فعلي، طب فين الشعور بالحاجة؟ وأنا لازم أحس الأول إن أنا محتاج المعجون الأسنان خلص عندي فاشتري، يبقى هي الشعور بالحاجة ثم اتخاذ القرار الشراء. السؤال رقم 10، الحالة التي يشعر فيها المستهلك بأن المنتج الذي في حوزته اللي هو بيمتلكه لا يحقق منافع، لا يحقق منافعه المطلوبة منه، هذه الحالة تسمى الحالة المرغوبة ولا الحالة الراهنة ولا حالة الاستخدام للمنتج ولا كل ما سبق؟ الحالة التي يشعر فيها المستهلك بأن المنتج الذي في حوزته لا يحقق منافعه المطلوبة منه، دي اسمها الحالة الراهنة، الوضع الحالي أو الراهن بتاع المستهلك مع المنتج ايه؟ الشعور بالحاجة إلى شراء منتجات تجميل جديدة نتيجة لتعرض القديمة للتلف وانتهاء الصلاحية، هنا العوامل الواضح تأثيرها في الشعور بالحاجة هي العوامل ايه؟ شخصية ولا موقفية ولا شخصية ولا تسويقية؟ أنا كان عندي منتجات تجميل وصلاحيتها انتهت، فدي عوامل موقفية ولا خاصة بالشخصية ولا خاصة بعوامل التسويق. سؤال رقم 12، إحساسك إن جهاز التليفون المحمول الخاص بيك أصبح غير عصري على الرغم من إنه مازال يعمل بكفاءة وبترغب في استبداله، هنا العوامل الواضح تأثيرها في الشعور بالحاجة، الموقف ولا الشخصية ولا تسويقية؟ هنا الشخصية، لأن أنت اللي معتبره إن هو غير عصري وأنا لازم أغيره، يبقى دي عوامل شخصية. من المصادر الداخلية للحصول على المعلومات الذاكرة، احنا قلنا الذاكرة من المصادر الداخلية، الخبرات والتجارب السابقة، المصادر الشخصية كالعائلة، العائلة دي مصادر خارجية، كل ما سبق ولا ألف وباء معا؟ ألف وباء معا، اللي هي الذاكرة والخبرات والتجارب السابقة. تتمثل المصادر الخارجية للحصول على المعلومات لاتخاذ قرار الشراء في مصادر خارجية للحصول على المعلومات بتتمثل في ايه؟ مصادر شخصية وغير شخصية ولا العائلة والأصدقاء، صحف ومجلات وإعلانات ولا لا شيء مما سبق؟ طيب المصادر الخارجية على فكرة منها العائلة والأصدقاء ومنها الصحف والمجلات، لكن هو بيقول بتتمثل المصادر الخارجية للحصول على المعلومات لاتخاذ القرار فيه مصادر شخصية، دي الإجابة الأعم أو الأشمل، مصادر شخصية ومصادر غير شخصية. كثرة المعلومات التي قد يتعرض لها المستهلك عن منتج ما تمكنه دائما من اتخاذ القرار الصحيح، قد تكون أحيانا يعني سبب في تشويش القرار على المستهلك، قد لا تنفع وقد لا تضر إلا شيء مما سبق. كثرة المعلومات اللي ممكن بيتعرض لها العميل مش دايما بتمكنه من اتخاذ القرار الصحيح، يبقى مش إجابة دي، قد تكون سبب في التشويش عليه، اه ممكن، قد لا تنفع وقد لا تضر، لا هي إما هتنفع إما هتضر لا شيء مما سبق، يبقى أصح إجابة قد تكون سبب في التشويش على قرار. تحدث عملية التقييم في العادة عند شراء جميع المنتجات، بقيمها المنتجات الروتينية، هل بقيم المنتجات الروتينية الزيت والسكر والمعجون والحاجات دي، منتجات مرتفعة الثمن، لا تحدث عملية التقييم غالبا، لا بتحدث عملية التقييم، مش الإجابة دي، تحدث عملية التقييم في العادة عند شراء المنتجات مرتفعة الثمن. القاعدة التي على أساسها يختار المستهلك البديل الذي يحقق الحد الأدنى من الصفات المطلوبة، قلنا لو أنا عندي مجموعة صفات، تكلفة، جودة، صورة ذهنية، لما ألاقي منتج بيحقق الحد الأدنى من الثلاث صفات دول واختاره، يبقى أنا كده بتبع قاعدة إيه أو أسلوب إيه اللي هي conjunctive رول، اللي هي أسلوب القاعدة الاقترانية وأسلوب الربط، يعني حسب الترجمة اللي الكتاب مترجمة.
القاعدة التي على أساسها بيختار المستهلك البديل اللي بيحقق الحد الأدنى من صفة واحدة على الأقل، دي اللي هي إيه؟ disjunctive rule، اللي هي أسلوب التصنيف أو القاعدة الخيارية. القاعدة التي على أساسها بيختار المستهلك البديل الأفضل في أهم صفة أو معيار عنه، اللي هي آخر قاعدة إحنا درسناها وشرحناها قبل كده، اللي هي lexicographic rule. شراء إحدى المنتجات أثناء التسوق في المتجر بعد رؤية الخصومات البيعية، هذا يعد من قبيل أنا دخلت المتجر لقيت بعض الخصومات البيعية قررت أشتري، ده خطة شاملة، خطة شراء كاملة، ما قاليش إن هو كان محدد يشتري المنتج والماركة، خطة شراء جزئية ما قاليش برضه إن هو كان محدد على الأقل المنتج، يبقى دي شراء غير مخطط. عند التوجه إلى متجر لشراء جهاز للتليفون المحمول ماركة سوني، يبقى أنا محدد المنتج ومحدد الماركة، ولكن تم شراء ماركة أخرى للاستفادة من خصم السعر، فيعد قرار الشراء الأول من قبيل إيه؟ يعني هو عايز يقول عند التوجه إلى المتجر لشراء جهاز التليفون المحمول ماركة سوني، ده قرار الشراء الأول، ده كان إيه؟ نوعه إيه؟ خطة شراء كاملة ولا جزئي ولا شراء مخطط؟ لأ معلش نعيد بس السؤال 21 ده تاني. يبقى عند التوجه للمتجر لشراء جهاز للتليفون المحمول ماركة سوني، هنا محدد الماركة ومحدد المنتج، يبقى قرار الشراء الأول ده كان خطة شراء كاملة. تمام. سؤال رقم 22، تقسم قرارات الشراء وفقا لمعيار حداثة الشراء إلى، احنا عندنا قسمنا قرارات الشراء كذا مرة وفقا لكذا معيار، فتقسم قرارات الشراء وفقا لمعيار الحداثة، يبقى عندي قرارات تجريبية أول مرة أشتريها ومتكررة وطويلة الأجل. طب لو هقسم القرارات وفقا لتعقد الموقف الشرائي، صعب ولا سهل إن أنا أتخذ القرار؟ يبقى قرار روتيني سهل دايما باخده، أو مكثف محفوف بالمخاطر، أو قرارات محددة. عندما تقترح الزوجة ضرورة شراء عربية على الزوج، يمكن اعتبار الزوجة هنا ايه؟ الزوجة اقترحت او بدرت ان هي تشتري عربية، يبقى هنا المبادر بناء على الجملة دي بس هي المبادر. قيام الزوج بالبحث عن المعلومات لإقناع زوجته بشراء منزل جديد، هنا يمكن اعتبار الزوج هنا ايه؟ بناء على الجملة دي بس مؤثر، هو بيأثر بناء على المعلومات اللي بيبحث عنها. رجوع الأب إلى استشارة أفراد أسرته في حالة رغبته في شراء قطعة أرض، هنا بناء على الجملة اللي أنا قلتها دي، ما هي العوامل التي تؤثر على قرار الشراء؟ الأب بيستشير أفراد الأسرة عشان هيشتري أرض، من الواضح كده إن اللي هيأثر هنا على القرار الشراء أفراد الأسرة ونوع المنتج، يبقى الأطراف المسؤولة عن اتخاذ القرار ونوع المنتج. تأثير الأطراف المسؤولة عن الشراء، تأثير المنتج موضوع الشراء A و B معا، تأثير توقيت الشراء، طريقة الدفع، أنا ما جبتش سيرة توقيت الشراء ما جبتش سيرة طريقة الدفع، يبقى هو الأطراف المسؤولة عن الشراء والمنتج موضوع الشراء اللي هي قطعة الأرض. اصطحاب الزوج للأولاد لشراء أدواتهم المدرسية والمكتبية في بداية حلول موسم الدراسة، هنا ما هي العوامل المؤثرة على عملية الشراء؟ الزوج أخذ الأولاد علشان يشتري لهم أدوات مكتبية ومدرسية في بداية حلول الموسم، هنا إيه هي العوامل اللي بتأثر على عملية الشراء؟ الأطراف المسؤولة عن الشراء، موضوع الشراء، توقيت الشراء لا شيء مما سبق. هنا الأطراف المسؤولة عن الشراء هو مش جايب سيرة إن الأولاد ليهم تأثير، هو بس الزوج خد الأولاد علشان يشتري لهم أدوات مكتبية أو دراسية. موضوع الشراء، توقيت الشراء، طيب تمام، هو ممكن يكون في، طيب هي يعني دي خطأ، المفروض تكون A و C معا، دي خطأ كتابي، المفروض تكون A و C معا. ليه؟ اصطحاب الزوج للأولاد لشراء أدواتهم المدرسية والمكتبية في بداية حلول موسم الدراسة، يبقى أول حاجة بتأثر عندي هنا توقيت، هما بيشتروا في موسم الدراسة، طيب
الأولاد اللي هم الزوج والأولاد اللي هم هيشتروا الأدوات المكتبية، الأولاد هيكون لهم دور، سواء كان بقى بيقترح يشتري حاجة معينة، بيأثر على والده إن هو يشتري له حاجة، والده هو بيقرر يشتريها ولا لأ، فالأطراف المسؤولة عن الشراء ليها دور. توقيت الشراء ليه دور. موضوع الشراء اللي هو المنتج نفسه، يعني الأدوات المكتبية أو الدراسية ما بتبقاش غالية قوي، ما بتبقاش حاجة يعني ليها درجة مخاطرة عالية، فالإجابة الأصح إن هي تكون A و C معا، فدي خطأ كتابي. أو لو كان التلاتة مع بعض A و B و C، ده لو هو جامعهم مثلا في اختيار، لكن لأ هي دي إن شاء الله تكون خطأ كتابي، هي A و C، الأطراف المسؤولة عن الشراء اللي هم الأولاد والزوج، وفي نفس حكاية توقيت الشراء إن ده في بداية موسم الدراسة. تمام، يبقى كده احنا خلصنا المراجعة النهائية اللي خاصة ب الثلاث فصول الأولى، وإن شاء الله دكتورة سميرة هتكمل معاكم مراجعة الثلاث فصول اللي بعد كده إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.